Bye. <laughs> مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من مساء دي ام سي هنا القاهره عاصمه الخبر شعار يليق بمصر لان مصر لديها وزن عربي واقليمي ودولي بسياسه متزنه حكيمه تنشد السلام ولم الشمل العربي هذه الرسائل النهارده بنشوفها من ارض مصر ارض الحضاره والفنون وبتنطلق منها هذه القناة قناة القاهرة الإخبارية بهذا الشعار القاهرة عاصمة الخبر النهاردة شفنا هذه الانطلاقة مع العد التنازلي على برج القاهرة وأيضا في تايمز سكوير في نيويورك شفنا إزاي انطلقت هذه القناة بكل هذه الدقة والجمال وهذا الفريق والزملاء والزميلات اللي كانوا بيشتغلوا على مدار شهور حتى تخرج هذه القناة وتكون هدفها لم الشمل العربي. هتكون صوت العرب زي ما قال الزملاء في هذه الانطلاقه الصوت الرصين. اذا نحن امام قناه مبشره جدا، هناك حاله من الاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، دلوقتي بنشوف في قناه القاهره الاخباريه ترند رقم 2 على تويتر وايضا على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي احنا بنتكلم على قناه بي كان بيحصل لها تحضير كبير خلال الفتره الماضيه بنشوف فيها عدد من الوجوه المصريه فيها كفاءه كبيره جدا تتمتع بكفاءه كبيره جدا من الناحيه الصحفيه والدقه كمان فيها وجوه ايضا من الدول الشقيقه العربيه وجوه اعلاميه ايضا بتطل على هذه القناه او عبر هذه القناه آه طبعا احنا عارفين ان قناه القاهره الاخباريه كمان عندها موقع اخباري آه في زملاء صحفيين بيتكلموا تقريبا ثمان لغات هيكون في وحده ابحاث ودراسات تابعه لهذا الموقع ايضا احنا بنتكلم على انه كانت البدايه زي ما احنا شايفين عندهم 30 مراسل من آه مختلف دول العالم وشفنا هذه البدايه من القمه العربيه يعني النهارده القناه بتنطلق عشية القمة العربية، والبداية كانت مع حوار مهم جدا وتصريحات في منتهى الأهمية للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم مراسلة بتظهر معانا من رام الله وبتتكلم قد إيه إن القضية الفلسطينية من أهم وأبرز الملفات المطروحة على القمة العربية، إحنا هنشوف تغطية مهمة جدا من هذه القناة لأهم الأحداث اللي بتجري في عالمنا العربي وفي العالم. آه خلونا سريعا نروح للاستاذ احمد الطهري رئيس قطاع الاخبار بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه مساء الخير استاذ احمد انا ما حبيتش اطول واسيب لك انت الكلام بعد ما اقول لك الف الف مبروك على هذه الانطلاقه. أه مساء الخير يا استاذه انجي وشاكر اتصال أه حضرتك وشاكر طبعا هذه المداخله وكلام حضرتك والحمد لله يعني دي مجرد بدايه. آه ويا رب نبقى على قدر الطموح وباذن الله القادم آه افضل واحنا لما ان شاء الله القادم افضل مش آه مجرد آه كلام حضرتك عارفه طبعا ادبيات الصناعه الاعلاميه احنا بنبدا الاول بعمليه التجهيز او التحضير للمشروع الاعلامي نفسه مه. ثم بعد ذلك عمليه الاطلاق هي وهي ما جرت اليوم ثم بعد ذلك بقى بنبدا المسار بتاع القناه نفسه ووضعها التنافسي فدي المرحله الجديده اللي احنا بنبداها من النهارده ولسه عندنا حاجات كثيره ان شاء الله في الفتره اللي جايه يا رب ان شاء الله يعني حوار مع احمد ابو الغيط الامين العام اكيد هتنقله الوكالات كلها التصريحات المهمه اللي جاءت فيها طبعا السيد احمد ابو الغيط الامين العام للجامعه العربيه يعني حضوره النهارده على شاشه القاهره الاخباريه كان في توقيت وعشية القمه العربيه 31 وده الحوار اللي من الاستاذ جمال عنايد بالاضافه ايضا ان يعني في الفتره والساعات والايام القليله القادمه هيبقى فيه اكثر من سياسي عربي ودولي على شاشه القناه لا سيما طبعا خلال فتره قمه المناخ في مصر. بالتاكيد يبقى تخطيط القمه العربيه وتخطيط قمه المناخ وغيرها من الاحداث استاذ احمد سريعا لما نقول صوت العرب او صوت العرب زي ما قالت الزميله ايه لطفي وهي بتتكلم وقالت الكلمه مسؤوليه قد ايه هذه القناه قامت على هذه النقطه المتعلقه بالدقه في المعلومات بالتوثيق بالمسؤوليه في الكلمه. اولا اي اصدار اعلامي او اي وسيط اعلامي بيبقى ليه شخصيه هذه الشخصيه بتحدد الهدف من الاصدار نفسه فهل كان الهدف من وجود القاهره الاخباريه مجرد وجود قناه اخباريه اضافيه لقنوات اخرى متميزه ايضا زي اكسترا نيوز او اللي اضيفت فيها حديثا اكسترا لايف المؤكد ان هي قضيه عفوا قناه ليها شخصيه هذه الشخصيه بتتمثل في العنوان اللي طلع النهارده هي صوت العرب وصورتهم قناه بتنتمي الى مصر وتنتمي الى ارض مصر وبالتالي تختلف عن قنوات اخرى تنفي صلتها بموطنها الاصيل احنا يعني نتباهى بموطننا الاصيل وبالتالي مرتكزات مصر الإقليمية بتنعكس على الرسالة الإعلامية لهذه القناة أو بنجتهد في هذا الأمر بشكل أو بآخر مرتجزات مصر الإقليمية واضحة وهي السلام والاستقرار والتنمية وبالتالي هذا الإصدار مهمته في الأساس ليس البحث عن مواقف الشعوب ولكن تعميق تعميق النزعة الوطنية لدى آه الإقليم في فترة صعبة جدا احنا بنشكرك جدا وكل التوفيق ليك ولكل الزملاء في هذه القناه وشايفين عناصر شابه كثيره داخل النيوز روم آه يعني بالتاكيد موفقين استاذ احمد الطاري رئيس قطاع الاخبار بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه شكرا جزيلا ليك طبعا احنا لسه كنا بنتكلم مع الاستاذ احمد الطاري على ان قناه القاهره الاخباريه بدات بهذا الحوار الحصري مع الامين العام لجامعه الدول العربيه عشيه القمه العربيه القمه العربيه طبعا بتنعقد في الجزائر وفي ظروف اكيد فيها عدد من الدول تعاني بعض الاوضاع الصعبه، اخرهم بالامس كنا بنتكلم على لبنان اللي دخل في فراغ رئاسي وجدل حول وضع الحكومه وغيرها من الملفات المتعلقه بالمنطقه والدول العربيه. عايزين نعرف مع الاستاذ محمد فايز فرحات مدير مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه ابرز الملفات بعد مساء الخير طبعا ابرز الملفات المطروحه على هذه القمه مساء الخير استاذ انجي يعني طبعا القمه كما نعلم لم تعقد منذ ثلاث سنوات وخلال هذه الفتره يعني حدثت تطورات كبيره في الاقليم وعلى المستوى العالمي وبالتالي هذه التحولات يعني على مستوى المنطقه بما فيها ملفات عربية يعني ثابتة على أجندة جامعة الدول العربية بالإضافة إلى التحولات الضخمة على المستوى الدولي وعلى وأبرزها أو على رأسها الحرب الروسية الأوكرانية بكل تداعياتها الاقتصادية والأمنية على العالم كل هذا بالتأكيد يعني كان له تأثير على أجندة جامعة هذه القمة لجامعة الدول العربية التي تعقد بتوقيت شديد الأهمية على المستوى الدولي أو الانعكاسات التحولات الدوليه يعني فرضت يعني قضيه الامن الغذائي على المنطقه العربيه وعلى الاقتصادات العربيه يعني وبالتالي هذا سيمثل يعني تحدي على الدول العربيه وسيكون جزء بالتاكيد من اجنده جمع القمه الدول العربيه او الاقتصادات العربيه تعاملت مع تداعيات هذه الازمه وقضيه الامن الغذائي خلال يعني منذ بدء الحرب الروسيه الاوكرانيه ولكن الامر الان يعني اصبح له بعد يعني عربي وبالتالي لابد ان يكون هناك يعني تعامل او منهج عربي في التعامل مع هذه القضيه المهمه بالاضافه الى ذلك هناك ايضا الملفات العربيه التقليديه التي فرضت نفسها منذ سنوات القضيه الازمه الليبيه الازمه السودان الازمه, الأزمة السوريه ومقعد سوريا طبعاً. بالضبط كل هذه ملفات مهمه على اجنده القمه العربيه بالاضافه الى الملف المهم وهو القضيه الفلسطينيه هذه قضايا اساسيه بالاضافه الى ذلك قضيه يعني العلاقه مع دول الجوار ما زال هناك بعض اشكال للتدخل من جانب دول الجوار في المنطقه العربيه او في بعض الدول العربيه تحديدا كما نعلم هذه القضيه كانت مهمه او عكست نفسها على اجتماعات يعني مجلس وزراء الخارجيه العرب وعكست نفسها ايضا على القمه قمه الدول العربيه والخليجيه مع الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي من المتوقع ايضا ان يكون هناك تعامل عربي مع هذه القضيه باعتبار انها ذات مباشره بالامن القومي العربي، كل هذه الملفات يعني اعتقد انها ستكون اساسيه على اجنده هذه القمه. طبعا بالتاكيد احنا هنتابع خلال الفتره المقبله والساعات المقبله كيف سيخرج البيان الختامي لهذه القمة بعد ثلاثة سنوات من عدم الانعقاد شكرا جزيلا لك محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالمناسبة مشاهدينا ودكتور محمد فايز فرحات بيتكلم دلوقتي على أنه هذه القمة بتنعقد مع أوضاع صعبة في الدول العربية بعض الدول العربية بالتأكيد لكن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بتفرض نفسها على هذه القمة فيما يتعلق بالعديد من الأمور فلما نيجي نتكلم عن هذه التداعيات النهاردة بنشوف صندوق النقد الدولي بيطلع تقديرات حول عام 2023 حول أسرع عفوا أسرع عشر اقتصادات نموا في 2023 منهم مصر مصر موجودة في المركز الرابع يتوقع صندوق النقد الدولي أنها تكون اقتصادها بيحصل فيه معدلات نمو بتقريبا بنسبة 4.4% في المئة ده بحسب تقرير صندوق النقد الدولي نروح لافتتاح الرئيس النهاردة عبد الفتاح السيسي لمركز التحكم الرئيسي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة وده كان في المقطم وشفنا النهارده الرئيس وهو بيقول وبيتكلم قد ايه ان القمر الصناعي طيبه واحد كان حلم وتحقق وازاي قدرنا نربط هذا القمر بشبكة الاتصالات خلونا نشوف تفاصيل هذا الافتتاح <applause> افتتاح مركز التحكم الرئيسي للشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامة العامة تهدف إلى تسخير إمكانيات الدولة للتعامل الفوري مع مختلف بلاغات الطوارئ من المواطنين، وكذلك مع كافة أنواع الأزمات والأحداث الطارئة، والسيطرة عليها باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصال. الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة محمول لاسلكية خاصة بالحكومة، بتقدم خدمات متطوره جدا لان التكنولوجيا اللي بتعتمد عليها تكنولوجيا الجيل الرابع وما بعده فائده المراكز ديت حاجتين التاكد من الخدمه العامه اللي بيطلبها المواطن وجودتها وكفايتها في اي وقت الحاجة التانية إن لو قدر الله حصل أي مشكلة أو أزمة المركز بيبقى عنده كافة البيانات والمعلومات وممثل فيه كافة الجهات المعنية في الدولة يقدر التعامل بتاعه يكون تعامل بالأزمنة والمعدلات الدولية تسمح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات في كل محافظة الشبكة الوطنية أنشأت عندنا خمس مراكز عمليات تابعة لها للطوارئ والسلامة العامة جاهزة أنها تتكامل مع طوارئ الكهرباء آه كمان آه في تطوير لخدمه ال121 من خلال الموبايل ابليكيشن بحيث المواطن يقدر يدخل يحدد موقعه آه يبعت مشكلته ويتابعها معاه الحين حلها هي العمل الرعايه الصحيه استفادت بخدمات بالش... الشبكه الوطنيه الموحده للطوارئ والسلامه العامه من خلال منظومه آه الطوارئ الخاصه بتكامل الدور الصحيه مع هيئه الاسعاف المصريه لتوجيه سيارات الاسعاف لمستشفيات الانسب والاقرب وفقا للتخصص اساسنا هو البيانات احنا محتاجين ننقل البيانات من حقول البترول محتاجين ننقل البيانات من مستودعات حفظ المستودعات تخزين المنتجات البتروليه محتاجين بيانات في نقل المنتجات البتروليه عن طريق خطوط الانابيب فالشبكه هي شريك يعني مشترك معانا في كل الخطوات دي كلها تساعد الشبكة الوطنية في ربط جميع الجهات الحكومية بشكل آمن والسيطرة على تداول المعلومات والبيانات الهامة وإتاحة هذه البيانات أمام متخذ القرار تم تنفيذ إجراءات تأمينية للشبكة اللي بتتم من خلال مركز العمليات السبراني نسيت بعضها يعني مش كلها زي عدم الاتصال باي شبكات خارجيه زي الانترنت والشبكات المدنيه، تامين النهايات الطرفيه بتاعتنا، استخدام تكنولوجيا متنوعه عشان في الاخر نقدر نرصد ونكتشف اي محاوله لاختراق الشبكه ونتعامل معها تتيح الشبكه الوطنيه للطوارئ والسلامه العامه رقما واحدا لطلب جميع الخدمات الطارئه، ما يساعد على سرعه تقديم هذه الخدمات باقل وقت واعلى جوده. الشبكة الوطنية هي منظومة متكاملة تعمل على ربط الجهات الرسمية بعضها ببعض وتؤمن وصول البيانات والمعلومات بشكل دقيق كما أنها تساعد في سرعة مواجهة الأزمات بكل أشكالها ما يجعل تنفيذها حلما أصبح حقيقة محمد أميد دي طبعا منذ الدعوة للحوار الوطني شهور طويلة للتنسيق وتحضير ووضع الإطار التنظيمي لهذا الحوار الوطني المهم جدا اللي فيه ثلاث محاور آه شكلت تحتها العديد من اللجان زي المحور المجتمعي المحور السياسي وأيضا المحور الاقتصادي لما نتكلم عن المحور الاقتصادي يعني تضخم وثيقة سياسة ملكية الدولة يعني السياحة لما نتكلم على المحور السياسي بنتكلم عن محليات الاحزاب المجتمع المدني وايضا المحور المجتمعي بنتكلم فيه عن التعليم والصحه والزياده السكانيه والهويه والثقافه الوطنيه. عناوين مهمه جدا. طول الشهور اللي فاتت كان بيحصل العديد من التطورات المتعلقه بالحوار الوطني وكان دائما السؤال هل هو جوه غرف مغلقه فقط؟ فقط الخبراء والاحزاب السياسيين هم اللي بيتكلموا. النهارده بنشوف هذا الحوار الوطني على ارض الواقع مع الناس. ودي نقطه مهمه جدا. النهارده بنشوف تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وهي بتنزل الشارع في اكثر من محافظه. راحت الغربيه، راحت اسيوط، راحت القناطر الخيريه وقعدوا مع الناس يسمعوهم في كل الملفات اللي بتهمهم سواء الزراعه، سواء التعليم، الصحه، مطالبهم، الاجور. كل هذه الموضوعات نزلوا شباب تنسيقيه الاحزاب والسياسيين يسمعوا اراء المواطنين وينقلوها الى هذا الحوار الوطني. اذا هذه الرساله الهامه جدا وهذا الحوار مع الناس ومع المواطنين هو ترجمه حقيقيه لفكره الحوار الوطني. الحوار الوطني موجود على الارض والناس كلها بيتسمع ارائهم واللي هترفع الى هذا الحوار الوطني وفي النهايه هتنتهي بتوصيات ومخرجات هتروح لرئيس الجمهوريه. خلونا نشوف ايه اللي حصل النهارده في المحافظات اللي قلتها دلوقتي في هذا الحوار. احنا بنقول احنا في عصر اتكلم واطلب واعرف ان الدوله المصريه النهارده بيتم بنائها. كلمه النهارده وفي الوقت اللي جاي وفي اي وقت هي للشعب. هي للناس اي احتياج اي موضوع من وجهه نظرك انت حابب انك انت توصله للقياده السياسيه يوصل في مؤتمرات زي دي إيه. دور النائب اللي بينفذ بيه كل مصالح اهله وناسه والمجتمع المصري بحاله من خلال شويه ادوات برلمانيه كل واحد فينا ليه سلطه انه يقدم المشاكل دي في اداه برلمانيه إحنا بنشيد بالحوار الوطني اللي بنادي بيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإحنا فعلا في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أساس التنسيقية الحوار الوطني بننزل للفلاح للعامل للدكتور للمهندس لكل الفئات بنسمع رأيهم والقضايا المهتمين بيها. إذن الطريق نحو الجمهوريه الجديده مساحات مشتركه ده شعار مهم جدا بيرفعه الحوار الوطني مهما كانت الخلافات في النهايه لا تفسد للوطن قضيه زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء الدعوه الى هذا الحوار الوطني اذا مره اخرى نؤكد ان طبعا الامر لن يقتصر على تلك المحافظات زي اسيوط او حتى الغربيه والناس كمان اللي نزلوا للاناطر اكيد هيلف مصر كلها وهيكون في استماع لاراء المواطنين اللي طالبينه اللي عايزينه هيرفع الى الحوار الوطني. النهارده كمان بنشوف التنسيقيه عندها نشاط اخر. آه بالمناسبه كمان غير آه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين في موضوع آه الحوار الوطني حياه كريمه. النهارده بنشوف حياه كريمه موجوده كانت في محافظه البحيره بتعمل نفس الشيء، بتسمع لاراء الناس بتشوفهم عايزين ايه من الحوار الوطني وطبعا احنا عارفين ان البحيره هتكون من المرحله الثانيه من حياه كريمه كان في استماع ايضا لاراء المواطنين في محافظه البحيره والاهلنا في محافظه البحيره البحيره في عدد من الملفات المهمه زي ايضا الزراعه الصناعه الصحه التعليم مطالب الناس في هذه المحافظات ايضا حياه كريمه قامت بهذا الدور النهارده في عرض وسؤال المواطنين عن مطالبهم من الحوار الوطني. كمان موضوع اخر غالبا يعني كان في كمان احنا كنا بنتابع امبارح تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وهي عامله صالونات ثقافيه بتناقش فيها موضوعات مهمه جدا زي موضوع المجتمع المدني، احنا في عام المجتمع المدني اللي قارب على الانتهاء وهذا المجتمع اللي بيقوم بدور كبير جدا مع الدوله خصوصا في ظل الظروف العالميه الحاليه. طبعا المجتمع المدني كان في نقاش في هذه الصالونات تتعلق بدور المجتمع المدني التحديات حتى اللي بيواجهها القوانين المتعلقه به ايضا فكره التبرعات او التمويل الاجنبي اذا ده حوار مجتمعي مهم جدا بتقوم به تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين حول المجتمع المدني مشاهدينا النهارده في حلقتنا كمان آه معانا موضوعات مهمه جدا هتكون بعد الفاصل ولكن آه نحب ننوّه فقط ان هيكون معانا آه الدكتور ابراهيم عشماوي وزاره التموين هتكون معانا وترد على كل الاسئله المتداوله حاليا حول مخزون مصر الاستراتيجي من السلع وده اللقاء اللي حصل امبارح ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير التموين ايضا آه التداعيات العالميه للازمه الروسيه الاوكرانيه وهنعرف اخبار السلع ايه واوضحها ايه في السوق وأيضا التلاعب في الأسعار ازاي بتواجهه وزاره التموين؟ وطبعا نفي الشائعات اللي بيرددها البعض زي موضوع الخبز اللي اتقال انه هيترفع عنه الدعم ويستبدل بدعم نقدي وده نفان امبارح وزير التموين هنا على شاشه مساء دي أم بعد الفاصل. <applause> مهرجان القاهره الدولي للجاز واحد من اعرق المهرجانات الفنيه المصريه المهرجان في دورته الاربعتاشر هتكون دوره ثريه ومختلفه جدا بيشارك فيها ستاشر دوله وهيقدموا ثمانيه وعشرين عرض فني مختلف مهرجان دولي بيجمع يعني دول كتير مختلفه و وبتقدم ثقافات متنوعه جدا داخل موسيقى الجاز اضافه كويسه للاجنده الثقافيه المصريه و وكمان ماده غنيه للمشاهد المصري والمستمع This is the Cairo Jazz Festival and we are very happy and proud to have been supporting this for three years running This is the 14th edition today, but we have been involved for three years now. We, as European Union, together with the member states of the European Union and their cultural institutes, which are here represented in a group which is called UNIC, uh, so it's a great pleasure being here again uh, and be at the opening evening and to see so many European groups here. 14 member states of the European Union represented to play together with Egyptian musicians. يبدو لي أن الموسيقى هذه عندها معنى مهم اللي هي في وقت أن العالم والعلاقات ما بين الدول والعلاقات ما بين الثقافات شويه صعبه يعني الايامات هذه يبدو لي ان قدموا في مسج مهم اللي هو أن نجموا عبر الثقافه ما بعاد على بعض في الواقع وعبر الثقافه نجموا نتحاوروا مع بعض اكثر وممكن هذا بالنسبه لي انه مسج للسلام يعني اكثر في العالم مبسوطه بالتفاعل مع الناس مع الجانغ نفسه بتاع الجاز علشان لسه مش موسيقى واصله قوي للشعب العربي عامه مبسوطه قوي ده بالنسبه لي حاجه حلوه قوي عشان تدينا احنا كمان مساحه اللي نعرف يعني يبقى عندنا جمهور يسمعنا في الحاجه اللي احنا عايزين نعملها ما نضطرش نروح لجانغ تاني عشان نوصل للشعب يعني مع الاسف ده اللي بيحصل في ناس تانيه بس الحمد لله اللي بقى الجاز ده بيوصل للناس ويخليهم يبقوا متقبلين ليبقى في حاجات جديدة في نفس الجانر على ذكر بقى مؤتمر المناخ فكان لنا رأي ان احنا نرسل رسالة غير مباشرة للناس تفكرها بالطبيعة فعملنا ثلاث حفلات بدون اي تدخل تقني من حيث الصوت او الاضاءه او اي حاجه بقى عباره عن حفلات بسيطه جدا هتقدم بصوت الالات الطبيعيه، بصوت المطربين الطبيعيين في يعني جو اكثر حميميه بين الناس وبين الفرقه، نستمتع بالاصوات الطبيعيه وبنستمتع بالجو الطبيعي ده. زي ما سمعنا من احد العازفين في تقرير الزميلة شيهان حسن عن مهرجان الجاز الدولي في القاهرة، وطبعا هذا المهرجان اللي بيقام كل سنة والنهارده بمشاركة بس... 16 دولة منها فرق أوروبية وأيضا فرق من دول عربية شقيقة، لما قال مسج للسلام. طبعا مصر مليانة فعاليات كتيرة جدا من فن وثقافة ومؤتمرات مهمة جدا، كمان بعد مهرجان الجاز هنروح لفرانكي الديناصور. طبعا احنا كنا اتكلمنا امبارح على انه الامم المتحده او البرنامج للامم المتحده يو ان دي بي كان من سنه اطلق دعوه للتحذير من المناخ اختاروا لا تختاروا الانقراض يعني زي ما الديناصورات انقرضت بسبب التغيرات المناخيه بيطلق رساله انه يحذر فيها من التغيرات المناخيه فرانكي الديناصور بقاله سنه تقريبا هو النهارده موجود عند الاهرامات بالمجسم بتاعه الشهير وده طبعا الفيديو القديم من الامم المتحده لما كان بيتكلم بيوجه رساله الى كل دول العالم في مقر الامم المتحده بخطوره التغيرات المناخيه وضروره مواجهتها. هو النهارده موجود فرانكي عند الاهرامات عند سفح الاهرامات وطبعا اثناء الصوت والضوء عروض الصوت والضوء طلع واطلق هذه الدعوه بمناسبه طبعا استضافة مصر ومدينة شرم الشيخ تحديدا لقمة المناخ كوب 27 زميلنا محمد رياض قابل الديناصور خلونا نشوف التقرير مساء الخير عليك إنجي كل التحية لك من أمام صفحة الأهرامات أنقل لك رسالة البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث تم استخدام الديناصور فرانكي من على صفح الأهرامات من أجل نشر رسالة توعية إلى العالم أجمع مع عن أهمية التغيرات المناخية يمكن فرانكي أول ظهور لي كان في أكتوبر عام 2021 على مقر الأمم المتحدة لنشر رساله للعالم اجمع باهميه مواجهه التغيرات المناخيه تحت شعار لا تختاروا الانقراض، فرانكي هيقوم بجوله في مختلف المناطق القاهره تنتهي يوم الخميس، ثم الذهاب الى قمه المناخ في مدينه شرم الشيخ لنشر رساله توعيه الى العالم، يمكن كان قال منذ قليل ان العالم اجمع بينفق نحو 423 مليار دولار من اجل دعم الوقود الاحفوري وهو كافيه لتطعيم كل الكوكب من فيروس كورونا او على الاقل تقليص الفقر في عدد كبير جدا من الدول وذلك يقول لكل العالم لابد من مواجهه التغيرات المناخيه ايها العالم احضروا من التغيرات المناخيه فهي تسبب لدمار الكوكب يمكن كان في جوله ايضا مع وزاره الشباب والرياضه كل هذه هي رسائل توعوية بأهمية التغيرات المناخية ويمكن نلتقي مع الديناصور فرانكي في مدينة شرم الشيخ في القمة التي سوف تنطلق الأسبوع المقبل عودة إليك إنجي متفضلي شكرا جزيلا لك محمد رياض على وجودك في هذا الحدث وفرانكي الديناصور وهو موجود عند صفح الأهرامات يطلق هذه الدعوة أو هذا التحذير من خطورة التغيرات المناخية طبعا رياض بيقول يمكن نشوفه لا هو هيكون موجود فعلا ويتجول في مدينة شرم الشيخ أثناء انعقاد كوب 27 طبعا الوعي بهذه التغيرات المناخية بنشوف شباب كتير جدا عندهم وعي بهذه التغيرات وأسباب التي أدت إلى التغيرات المناخية وأيضا الحفاظ على البيئة من ضمن الشباب دول غطاس او هو مهندس مدني لكنه كمان بيمارس هوايه الغطس هو هشام وليد هشام وليد بقاله سنه بينزل يغطس في دهب في بورسعيد في غيرها من المدن المصريه وينزل ينظف البحر اكيد طبعا هو مش هيقدر لوحده ينظف البحر من البلاستيك وهذه المخلفات اللي بتترمي في البحار لكنه بيحمل رساله توعويه هو كمان بيقول رسالته بس بطريقته عن طريق الغطس في قاع البحر. هنروح للغطاس هشام وليد، مساء الخير اهلا بيك. مساء النور، شكرا لحضرتك جدا على المقدمه الجميله دي. لا ده وعي كبير قوي جدا يا هشام فكره ان انت تكون عايز تقول رساله بتمارس هوايه الغطس وفي نفس الوقت عمال بتشيل مخلفات من جوه البحر. قول لنا عن بالزبط. التجربه واحكي لنا تفاصيلها. بالضبط، هو انا الفكره بدات معايا ان انا لما كنت بروح البحر كنت بلاقي بلاستيك كتير هناك وطبعا البلاستيك ده بيأثر على الحياه البحريه بشكل كبير جدا كنت بلاقي ازايز او كوبايات او اكياس بلاستيك فانا كنت حابب اوصل للناس الفكره دي بطريقه غير مباشره ان انا اعمل الحاجه اللي بحبها ان انزل ادور على حاجات تحت الميه واخلي الناس تدور على الحاجات معايا ونلاقي الحاجه سوا وكنت بطلع في الفيديوز مثلا الازايز بلاستيك وكانزات وكده ونطلعهم بره الميه وفي اخر كل فيديو كنت بقول بوصل رساله ما ترميش اي حاجه في الميه. يعني طلعت ايه من الميه؟ انا شايفاك ماسك توكه تقريبا وبلاستيك اه يعني هو انا مطلع حاجات كتير جدا يعني يمكن لسه بنزل فيديوهات اكتر عن ده ولكن اغلب الحاجات بقى اكياس بلاستيك كوبايات كانزات وفي ساعات ازايز مكسوره <applause> آه ولكن الاكياس البلاستيك هي اللي كانت كتير عدد كبير آه والازايز والكوبايات البلاستيك. طيب آه قد ايه بتشوف تفاعل بين الناس على رساله زي دي؟ احنا اكيد طبعا بنشوف آه ناس عندها تحضر ولما بتكون موجوده على الشواطئ بتحترم آه يعني فكره البحر ومحدش يرمي حاجه في البحر، لكن في بعض السلوكيات الثانيه. ازاي الناس بتتفاعل معاك على الرساله دي؟ <applause> مظبوط هو انا آه بالنسبه لو انا مثلا بأختص في اي مكان وبطلع الحاجه من بره المية. ففعلا الناس بتتفاعل بطريقه حلوه جدا يعني الناس بيقولوا يعني يا ندخل ونساعدك في اللي انت بتعمله. <applause> وبالنسبه على السوشيال ميديا بلاقي تفاعل كبير الناس حابه اللي انا بعمله وبلاقي حتى ناس بتقول ان انا بدات اعمل كده في محافظه ثانيه وده اللي انا عايز اوصله ان احنا يعني انا لوحدي مش هقدر ولكن احنا كلنا لو بقينا عدد كبير هنقدر نعمل ده. <applause> طيب حسيت ان في ناس ممكن تنضم اليك في التجربه دي وتنزل تخطف معاك وتودي نفس كتير. الرساله اللي انت بتقولها؟ كتير كتير جدا وانا جالي فعلا رسايل كتيره من ناس من محافظات وانا ناوي ان شاء الله الفتره الجايه الف على محافظات مصر بشكل عام اكتر بحيث ان انا اوصل الرساله على قد ما اقدر طبعا وفي ناس هقابلها في محافظات معينه بعتوا لي رسايل هينزلوا يختصوا معايا بحيث اننا نبقى عدد اكبر ونطلع كميه اكبر. طيب هشام يعني انت مهندس مدني واكيد طبعا عندك شغلك، ايه اللي خلاك م. تروح للقضيه دي قضيه مهمه جدا فكره الوعي بعدم القاء المخلفات في البلاستيك طبعا تحديدا في البحر مظبوط مظبوط هي الفكره ان القضيه دي ملهاش علاقه بهندسه القضيه دي هتاذينا كلنا كبشر ايوه فعشان كده احنا كلنا لازم نتجه ليها يعني مش لازم مجال معين كمثلا مجال الغوص الغواصين بس اللي يتجهوا ليها للبحر كمثال او على اي حاجه طبعا ولكن يعني مش معنى اني مهندس ما اشاركش طالما اقدر اشارك يعني انا الحمد لله بقدر اغوص من زمان فانا قلت لازم استغل الموضوع ده بان انا اقدر اشارك وابقى جزء كبير من المشكله واقدر اعالج فيها باذن الله طب ده انت يعني انت عارف طبعا ان في لاول مره يتم تعيين مبعوثه للشباب لرئاسه قمه المناخ لقمه المناخ ف في مؤتمر للشباب للمناخ قبل القمه كوب 27 قوية 17 هتشارك مم. فيه ولا هو انا لحد دلوقتي بصراحه لسه مش عارف يعني ما ما قدرتش اتواصل مع حد ولكن لو جيت لي الفرصه اكيد هشارك يعني ده شرف طيب رساله اخيره سريعه تقولها لكوب 27 ولفكره الوعي بالتغيرات المناخيه هي رساله اخيره بالنسبه لي ان على قد ما نقدر لو بايدك تساعد بحاجه صغيره هو الموضوع مش صعب خالص بالعكس احنا لو كل واحد قدر يساعد بحاجه صغيره جدا هنقدر نواجه المشكله دي وهنعالجها باذن الله. طيب انت اخيرا هشام في بيتك مثلا بتنشر الوعي م. بفكره تعالوا نجيب اكياس قماش نجيب فيها حاجتنا ونتسوق بيها بدل من اكياس البلاستيك بتعمل عمليات فرز للمخلفات بنحاول بنحاول على قد ما نقدر طبعا نقلل خالص من كميه الاكياس البلاستيك إننا لو مش محتاجينها او مثلا معانا عربيه ممكن نحط الحاجه في العربيه وننقلها فمش بنحتاج يعني بنحاول على قد ما نقدر نخفف خالص من استخدام البلاستيك هو الفكره ان لازم كل بيت اصلا يبدا يعمل كده لان هي الموضوع فعلا انتشر بطريقه كبيره وكميه البلاستيك بقت موجوده بشكل غير طبيعي بصراحه وده بياخد وقت يعني عشان يتحلل مئات السنين بالظبط بالظبط البلاستيك بالذات صعب جدا تحلله ومش بيتحلل بسهوله أه وده دي اصلا اساس المشكله ان احنا بنستخدم حاجه صعبه تتحل فكترها بيبقى في ازمه فعلا هايل انا بشكرك جدا الغطاس هشام وليد شكرا جزيلا ليك طبعا يعني نموذج جميل جدا من شباب واعي هو قال كلمه مهمه جدا قال عايزين نحافظ على الكوكب اللي احنا عايشين فيه هو بيتكلم عن جيله والاجيال المقبله قد ايه بتواجهها تحديات ومخاطر من هذه آه الاشياء زي البلاستيك واحنا عارفين طبعا مدينه شرم الشيخ هتكون مدينه بلا بلاستيك الاحادي الاستخدام وشفنا امبارح المتطوعين اللي بيبيعوا الاكياس القماش عشان يتم نشر الوعي بفكره الاستغناء على البلاستيك مشاهدينا نروح لفاصل وبعد الفاصل لسه معانا موضوعات مهمه وزي ما قلنا لكم هيكون معانا مسؤول من وزاره التموين يرد على كل الاسئله اللي انتشرت خلال الايام الماضيه تتواصل الضربات الامنيه التي توجهها اجهزه وزاره الداخليه لاحكام الرقابه على الاسواق من خلال مكافحه جرائم غش السلع وحجب السلع عن التداول بالاسواق، فقد تمكنت الاداره العامه لشرطه التموين والتجاره بالتنسيق مع قطاع الامن العام ومديريات الامن من ضبط 79 طن دقيق وارز ابيض قام مسؤول ومالك عدد من مخازن السلع الغذائيه بالقاهره والجيزه بتجميعها بهدف حجبها عن التداول بالاسواق وبيعها بالسوق السوداء كما تم ضبط قرابه 52 طن دقيق بلدي مدعم قام مسؤول عدد من المخابز البلديه بالقاهره والجيزه ببيعها بالسوق السوداء مستولين بذلك على اموال الدعم المخصص لها اجهزه وزاره الداخليه تمكنت من ضبط ثلاثة مسؤولين عن محطات لتموين السيارات بالقاهرة والجيزة والأقصر لقيامهم بالاستيلاء على نحو 770 ألف لتر مواد بترولية لبيعها بالسوق السوداء كما أصفرت الحملات الأمنية للتصدي لجرائم حجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا عن ضبط 153 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت قرابه مئتي الف عبوه سجائر مختلفه الانواع ونجحت في ضبط مسؤول عن محل بدال تمويني بالجيزه وبحوزته خمسه اطنان سكر تمويني معبا داخل عبوات بها نقص في الاوزان وتمكنت اجهزه وزاره الداخليه من ضبط عشره اطنان ونصف اسمده زراعيه بمحل ومخزن الاسمده الزراعيه بالمنوفيه والشرقيه تم حجبها عن التداول بالاسواق لبيعها بالسوق السوداء وضبط 31 طن سكر بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بالاسكندرية غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول وبأسعار السوق السوداء. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع السلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 46 طن أسماك ولحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وأسوان والإسكندرية، كما تمكنت من ضبط 83 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتشكل خطرًا على الصحة العامة حال طرحها للتداول بالأسواق بحوزة مسؤول مصنع لتعبئة ملح الطعام بالمنيا، وضبط قرابة 26 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية والشرقية والجيزة كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسؤول مخزن بدون ترخيص تابع لمصنع للصناعات الدوائية بالقليوبية وبحوزته 59 طن مستلزمات إنتاج أدوية منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 11 ألف قطعة مستلزمات طبية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة بحوزه مسؤول محل لتجاره المستلزمات الطبيه بالقاهره توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم مد فترة عمل شوادر كلنا واحد حتى شهر نوفمبر بتتميز الشوادر بتوفير كل السلع الأساسية والمختلفة اللي بيحتاجها المواطن المصري بتخفيضات تصل حتى 60% هنا طبعا في مبادرة كلنا واحد في احد مناطق الجيزه في مدينه الدقي المبادره ما زالت مستمره في جميع معارضها المنتشرة في أنحاء الجمهورية توفر جميع السلع بأسعار مخفضة عشان تحدث توازن في الأسعار على حسب تعليمات السيد الرئيس حبيت أن أنا أشوف الوضع الطبيعي أن أنا أشتري حاجات البيت عندي فعرفت أن في رز متواجد والزيت متواجد وكل حاجة متواجدة وبأسعار كويسة حتى بنبقى فيهم البيض طبعا أقل بره بكثير جدا في ملابس الشتوية برضو في المبادرة وأسعارها خصومات بتوصل لغايه 50 و60% وده حاجه كويسه تنعكس حتى على التاجر ان هو يقدر يكسر الاسعار شويه يعرف ان في حد بينافسه او في حد في مبادره بتقول لا اقف لغايه هنا لا انا ممكن اخش انا بديل للناس بالاسعار اقل انا جيت هنا عشان اشتري كل حاجه هنا وكل حاجه متوفره والحمد لله والاسعار حلوه جدا حلوه حقيقي حلوه في كل شيء التخفيضات كويسه جدا انا جيت النهارده هو يعني شاري شرابات إيه الشراب بره اقل شراب ب 10 ب 15 جنيه، انا شايل الثلاثه هنا ب 15 جنيه. يعني الواحد واقف ب 5 جنيه. وانا جايبه بيض امبارح من بره ب 3 جنيه الا ربع يعني ب 85 جنيه. ولما لقيته النهارده مكتوب عليه 70 جنيه. فانا جيت اخد بيض. وخدت السكر ب 14 جنيه، بره ب 18 جنيه. والله مش بكذب. والرز ب 14 جنيه سوبر لوكس. وانا بدعي كل الناس ان هي تيجي تشتري من هنا من الملابس بتاعه الريس وانا بشكره جدا جدا وبقول له يا ريس انت تعبت معانا وربنا معاك مساء الخير برحب بيكم مره تانيه ومعانا الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجاره الداخليه بنرحب بيك دكتور ابراهيم اهلا بيك معانا مجددا في مساء دي ام سي اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين طبعا انا اكيد هستغل حضرتك كاستاذ اقتصاد وعندي اسئله كتير جدا تحت عمرك. تتعلق حتى بالتقارير الاخيره المتعلقه بوضع مصر قرارات البنك المركزي لكن خليني اسالك في البدايه سؤال الناس الرز فين والزيت فين عشان نقول للرز والزيت ضمن منظومة السلع الاستراتيجية للدولة المصرية نعرف بس الاستهلاك بتاعنا قد إيه والمخزون والأرصدة بتاعتنا قد إيه والأسعار اللي بيتم تداولها في السوق سواء في المنافذ الحكومية أو في متاجر القطاع الخاص بالنسبة للأقماح إحنا استهلكنا 22 مليون طن ونصوم اللي تمام وأكثر من النص بيتم استيراده من الخارج يعني بتكلم على استهلاك شكلي 1.8 من عشرة مليون طن واحد 1.8 من عشرة مليون طن قمح شهر ده رقم واحد اتنين هنبص على الأرز هنلاقي ان احنا استهلاكنا السنوي من وستة من عشرة ل 4 مليون طن يعني استهلاكنا الشهري 300 ألف طن رز شهر نيجي على السكر احنا استهلاكنا السنوي 3 فاصل اتنين مليون طن سنة استهلاكنا الشهري حوالي ميتين ستة وسبعين ألف طن آخر حاجة هو الزيت الزيت استهلاكنا 2.4 واربعة من عشرة مليون طن سنة يعني استهلاكنا الشهري 200 أيوة. ميتين ألف طن وهنا السؤال دكتور إبراهيم امبارح احنا شفنا في اجتماع الرئيس مع وزير التموين بالنسبة للقمح بيكفي لحد إبريل بالنسبة للسكر بيكفي لحد فبراير والإنتاج هيبدأ في يناير وحتى في تم التعاقد على 150 طن تقريبا سكر جايين قريب 150 الف طن 150 الف طن يعني عفوا بنتكلم دايما بالالوف والملايين وبنتكلم على ان كل السلع اللي موجوده دي اللي حضرتك اتكلمت عنها عندنا اتاحه يعني خليني أتاح. أتكلم على المخزون طب ليه الناس دلوقتي انا كنت سؤالي عن فين ان الناس بتشتكي الرز مختفي آه. الزيت صحيح. مختفي طيب خليني اقول لحضرتك ان هناك قرارات تم اتخاذها الحقيقه لو رجعت الاجتماع امس برئاسه فخامه الرئيس وتوجيهه لدولة رئيس الوزراء ومعالي وزير التموين والتجارة أول حاجة الاطمئنان على الأرصدة الخاصة بالمخزون الاستراتيجي. القمح عندنا خمسة واحد من عشرة شهر. الزيت خمسة وتلاتة من عشرة شهر. السكر اربع شهور. الرز عندنا ثلاثة شهور احتياطي استراتيجي. فبالتالي نحن مؤمنين تماما أوه. من حيث الارصده الخاصه بالسله السلعيه الاساسيه للمواطن المصري. في الحقيقه بعض الناس بعد تحرير سعر الصرف أوه. بدات في حبس البضاعه مم. او ان هي بلغه السوق بتعطش السوق. يعني ايه بتعطش السوق؟ يبقى حجم المعروض من هذه السلعه قليل. إحنا بيهمني عشان جداً يغيروا أسعار عشان يقدر يقفز بالأسعار، في ناس مم. لسه حد من الزملاء بيشتكي لي بيقول لي أنا اشتريت كيلو رز ب 18، حد تاني بيقول لي ب 20 وحضراتكم حاطين له 15 إحنا حاطين من 12 ل 15. 15، السايب ب 12 جنيه الكيلو والمعبى ب 15 جنيه، وإحنا اتفقنا مع المزارعين 6600 و6600 و6850 ده بالنسبه لحبه الرز الطويله وحبه الرز العريضه <applause> تمام؟ فاحنا داخلين في زراعات تعاقديه مع المزارعين مقابل ان احنا على كل اربعه طن استخراج رز الوزاره هتاخد طن واحد، يعني انا باخد 25% من انتاجيه الفدان <applause> ايوه تمام؟ انا بتحدث الفدان بيديني أربعة طن رز فانا باخد طن على اساس اصل ب يعني استيرادي من او باخد من المزارعين ما يقرب من واحد ونص مليون طن لان انتاج زراعه الارز حوالي ستة مليون ل مليون طن فانا بتحصل على واحد ونص مليون طن بيتم ان انا باخدهم من المزارع تمام وبكون الاحتياطي الامن بتاعه احنا ما عندناش مشكله في الرز من حيث الانتاجيه لان عندي فائض عندي فائض وعندي انتاجيه بزبط. لكن يعني عندي تجار عندي بعض التجار حبسوا آه. هذه السلعه احنا خدنا قرارات عن بقى اه واحد ان احنا حاطين غرامات حتى 2 مليون جنيه م. على التاجر في حاله حبس البضاعه او تخزين البضاعه في مخزن غير مرخص او ان هو بينقل الارز بتاعه بالسيارات من غير موافقه وزاره التموين فبيتم توقيف هذا الارز ثم بيتم الاستحواذ عليه من قبل الوزاره الحقيقه ضمن توجيهات فخامه الرئيس بالامس ضبط الاسواق أيوة. وخاصه فيما يتعلق بان يكون هناك اسعار عادله للسلع الاستراتيجيه والاساسيه بس انا لو حرجع على منافذ وزاره التموين والمواطنين تحت منظومة الدعم وعندنا ما يقرب من 64 مليون مواطن بيتحصل على دعم سلع هتلاقي الأرز موجود ب 10 جنيه ونص السكر موجود الكيلو ب 10 جنيه ونص زازة الزيت موجودة ب 25 جنيه كانت 23 جنيه ثم تحركت إلى 25 جنيه اللي هي زجاجة الزيت اللي هي 800 مللي فكل هذه السلع موجودة ومتاحة في المنافذ التموينيه لدينا أربعين ألف منفذ تمويني ده شامل بقى منافذ جمعيتي حوالي سبعة منفذ ده البقال التمويني اتنين وثلاثين ألف منفذ المنافذ بتاعت الشركة قبضة سواء النيل أو الأهرام أو الإسكندرية ألف وثلاثمائة واربعين منفذ فهذه المنافذ متاحة لي مدعومي التموين مدعومي طب هذه السلع نتائج هذه العملية من ضبط الأسواق هتبان مع التجار اللي دا محبين البضاعة ده, سؤال مهم جدا ابتدينا نحفز المضارب الرز للقطاع الخاص والنهاردة أصبح مشترك معنا 90% من مضارب القطاع الخاص في منظومة الأرز النهاردة وإحنا بنتحدث ما تم توريده من قبل المضارب ما يقرب من 200 الف طن. بس انا هقول المنظومه بدات منذ عشر ايام أوه. توقعنا ان احنا هنتعدى المليون طن قبل نهايه ديسمبر ان احنا هيكون لدى الوزاره اكثر من مليون طن ارز تمام قبل نهايه ديسمبر النهارده كان في اجتماع بناء على توجيه فخامه الرئيس مع الصناع ومع التجار ومع الموردين ومع السوبر ماركتس والهايبر ماركتس من القطاع الخاص مم لان الشكوى كانت ان اسعار الرز ان وجد فهو 18 و20 جنيه وده يفوق ما تم التوجيه به ان هو من 12 ل 15, 15 جنيه ولكن ده في منافذ القطاع الخاص فالوزاره قررت ان هي هتزود حجم المعروض هتزود الطاقات بحيث ان انت عارفه كل حاجه عرض وطلب طالما زاد المعروض لاستقر لا او استقرت الاسعار بالنسبه لهذه السلعه أما فيما يتعلق بالزيوت فكان الحقيقة هناك في المواني مجموعة من الزيوت وتم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي وتم الاتفاق مع وزير المالية إن قبل نهاية الأسبوع كل هذه الكميات هتكون يعني المعروض في أيضا زيادة وبالتالي نعم الأسعار أنا بقول لحضرتك هو كده كده الزيوت غليت في العالم كله طب أنا بقول لحضرتك يمكن المرة اللي فاتت إن سعر طن الزيت طن زاد من 700 دولار الى ما يتعدي الألفين دولار يعني احنا بنتكلم على ثلاث اضعاف زياده في اسعار السلع الاقماح بقت الضعف <applause> <البعف>. تمام <applause> آه، الزيت آه، الرز السكر الحقيقه حصل قفزات آه، سعريه كبيره جدا في الاسواق الخارجيه بسبب اضطرابات سلاسل الامداد بسبب الاتفاقيه اللي, اللي تمت آه، آه، مؤخرا ثم تم نهوها ما بين روسيا واوكرانيا اكيد هنيجي عليها دي تداعيات آه. تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقيه الحبوب طبعًا. اللي يعني قلنا وقتها في اتفاقيه ما رجل. بين الدولتين اللي آه. هي برعايه تركيه على اساس الحبوب الحبيسه تخرج خارج الاراضي الاوكرانيه والروسيه وبعد كده الحقيقه اول امس تم ايقاف هذه الاتفاقيه طيب هنيجي طبعا آه. على النقطه دي صدق. دكتور ابراهيم لكن خلينا نقول ان طمنته ان الرز موجود السكر موجود والزيت موجود من الموانئ وخارج بره الموانئ قبل نهايه هذا الاسبوع الحقيقه وبنشكر الحقيقه السيد محافظ بنك المركزي والسيد وزير الماليه الحقيقه على التنسيقات العرضيه ده تم طبعا بتوجيه من فخامه الرئيس في اجتماع اول امس <سخصف> أه. يبقى نعيد التاكيد معاك للمشاهدين أه بعد اجتماعات النهارده طبعا والامس هيكون في عمليه ضبط للتجار اللي بعض التجار طبعا اللي خبوا البضاعه عشان يعطشوا السوق التعاون مع القطاع الخاص هيكون المعروض موجود وبالاسعار زياده حجم المعروض بالاسعار العادله اللي تم التوافق عليها مع سواء المنتجين او, أو من التجار، وانا عايز اقول ان حوكمه منظومه الرز زي حوكمه منظومه القمح القمح هتضمن وفر في المعروض بالنسبه لهذه السلع والحصول على هذه السلع باسعار عادله التي تم الاتفاق عليها مع المصنعين وعلى التجار ومع الاسواق والسوبر ماركت. طيب لما دكتور ابراهيم تقول ان في واحد قال لك انا اشتريت الرز ب 18 دولار. اه بنعمل ايه بقى؟ اقول له لو سمحت آه. انا عايز اسم المتجر أيوة. والعنوان بتاعه تمام واشتريت امتى والريسيت بتاع السلعه ان وجد بننزل الحقيقه حمله من مفتشي وزاره التموين من مباحث وزاره التموين والتجاره من حمايه المستهلك يعني أول أمس كان في نزول لما يقرب من ما يتعدى 2000 منشأة وتم تحرير ما يتعدى 267 محضر بيع زيادة عن التسعيرة وهنا بتكلم على السعر الاسترشادي اللي تم الاتفاق عليه من 12 ل 15 جنيه بالنسبة لكيلو الأرز نفس القصة ما يقرب من 1150 محضر من قبل مباحث التموين والتجاره الداخليه هذه اليه هامه ان يكون هناك ضوابط وان يكون هناك رقابه على الاسواق ولكن في نفس الوقت المواطن هو رقيب مهم جدا في هذه المنظومه بابلاغ سواء مباحث تموين وتجاره او حمايه المستهلك عن التاجر او المنفذ الذي يقوم ببيع هذه البضاعه فوق السعر الذي تم الاتفاق عليه طيب آه كله مع تحرير سعر الصرف وقرارات الاخيره البنك المركزي الكل كان بيقول ان الاسعار اوريدي يعني بالفعل حصل انها محطوطه على سعر الدولار ال 24 النهارده بنشوف زياده اكتر لو تشرح لنا حته فكره الاسعار سعر الدولار دلوقتي هيأثر ازاي على الاسعار في الفتره المقبله طيب قبل القرارات الاقتصاديه وخاصه وخاصه قرار البنك المركزي كانت هناك حزمه من الاجراءات الاجتماعيه زي زياده آه. الحد الادنى للاجور من 2700 الى 3000 جنيه، العلاوه اللي هي 300 جنيه سواء للعاملين في الدوله او في المعاشات وكمان الحقيقه اه اتحاد الصناعات قرر كمان ان هو يزود الحد الادنى للعمال اه اسوه بالقطاع اه الحكومي، اه تمديد فتره اه حصول المواطن تحت منظومه الدعم بالاشتراطات اللي تم التوافق عليها لغايه ثلاثين سته العام القادم عدم غلاء الكهرباء عدم تحريك اسعار الكهرباء خلي كانت قرارات حزمه التموينيه بالضبط ده كله هام جدا بالنسبه للمواطن الحزمه التموينيه اللي تم تخصيصها تم تخصيصها لثمانيه مليون بطاقه عشره مليون اسره سته وثلاثين مليون مستفيد يعني اكثر من الحجم اللي هو 64 مليون استفاد من هذه الحزمه او من هذا الاجراء ما بين 100 و200 و300 جنيه للاسره، البطاقه اللي عليها اسره واحده فقط بتتحصل على 100 جنيه اضافه الى الدعم الطبيعي، والاسره اللي فيها او البطاقه اللي فيها اسرتين بيتحصل على 200 جنيه، والبطاقه اللي عليها ثلاث اسر بيتحصل على 300 جنيه شهرين اضافه الى الدعم الطبيعي الذي يتم بالنسبه للمستفيدين. احنا بندعم 70 مليون مواطن تقريبا في السلع والخبز في المتوسط. م. طيب حصل بعد كده ان تم اتخاذ مجموعه من القرارات الاقتصاديه وكان اهم قرار الحقيقه هو تحرير سعر الصرف. ليه تحرير سعر الصرف؟ احنا كان عندنا سعرين للصرف. ايوه سعر داخل القطاع المصرفي وسعر اخر في السوق الموازي. كده وكان موجود. الفرق كبير يعني كان سعر الصرف الدولار جنيه وانت عارفه حضرتك ان الجنيه مرتبط بالدولار طبع. فكان السعر داخل البنوك 19 جنيه بعد التعويم وتحرير سعر الصرف اصبح 23 وسمعنا امبارح 24 خطأ. والنهارده نزل مره اخرى ل 23 وشويه ليه تحرير سعر الصرف؟ اي سلعه ليها سعرين في السوق الطبيعي والسوق الموازي بتؤدي الى سوق سوداء وبيحصل مجموعه من المضاربات فعشان تقضي على المضاربات ديت خدت اجراء اولا زودتي سعر الفايده على الدولار خمسة وربع م. عشان تجذبي الناس اللي هي حائزه على الدولار او مكنزه للدولار ان هي تروح تحط الدولار بتاعها في القطاع المصرفي وتتحصل على فايده م. على الدولار خمسة وربع ده رقم واحد رقم اتنين عشان تشجعي ماسك الدولار ان هو يحول الى العملة المصرية وما يبقاش فيه مضاربات تمام انك انتي قلتي له تعالى ممكن تربط شهادة عندنا في بنك مصر والبنك الاهلي ب 17 وربع ده اجراء تاني الاجراء الثالث كمان انك انت فتحتي هتفتحي الاعتمادات المستنديه لغايه شهرين زي ما تم الاتفاق بناء على توجيه من فخامه الرئيس البضاعه اللي هي اقل من 500 الف دولار بيتم سحبها على طول دون اعتمادات مستنديه فدي كلها اجراءات بغرض ايه الغرض من هذه الاجراءات قضاء على السوق انك انت تحاولي مم. مم. تقضي على السوق الموازي اللي بيتداول فيه سلعه السلعه دي الدولار الدولار ده سلعه مم. كل ما المعروض زاد كل ما السعر الصرف يكون عادل. طيب كل ما المعروض قل هيكون هناك سوق موازي وهيكون فيه مضاربات فبالتالي عشان تقضي على هذا السوق حررت سعر الصرف بس حررت سعر الصرف ايه بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي هيمد الدولة بقرض قيمته 3 مليار دولار وخلي بالك من حاجة عشان الناس بتحدث وتمويلات عن أخرى يمكن هتوصل 9 مليار وعندنا مليار آخر من الصندوق إضافة إلى خمسة من الإي بي أر دي وبعض الشركاء الآخرين فهيكون هناك 9, 9 مليار. مليار دولار طيب إضافة إلى هذا ما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة ودخول القطاع الخاص وانت شفتي الإمارات الصندوق السيادي الإماراتي والصندوق السيادي السعودي فده يعمل نوع من الزخم الدولاري وأن يكون هناك دولار في القطاع المصرفي فبالتالي لما البنك المركزي والقطاع المصرفي يبقى عنده حجم من الدولار يقدر بلغة السوق يلم السوق والأسعار أو سعر الصرف يبتدي يكون في مستواه الطبيعي أوه. الناس النهارده بتتحدث هو ايه القيمه العادله لسعر الصرف؟ في ناس بتقول 21، ناس بتقول 23، ناس بتقول 24، في ناس بتسعر على 25، في م. اخرين سعروا على 30 وهتسمعي ارقام عديده بس التنفيذ العبره في التنفيذ زي ما بنقول مثلا العقار هتلاقي واحد بيقول انا عارض العقار بتاعي ب 100 مليون و بس هل نفسي مع التنفيذ؟ دي بتاخد يعني بتاخد ثلاث شهور ثلاث شهور أوه. الدوره دي عاده يعني على بدايه كيو 1 او الربع الاول من 23 هتبدا الامور في التهدئه وتسمعي السعر الحقيقي للصرف اضافه الى هذا المركز عمل يعني اندكس الاسعار السلع آه. لأنه أتكلم على الأسعار. اكيد سؤال المواطنين طبعا هو إيه؟ يعني إيه؟ الناس كلها بتسال على اسعار السلع ما هو خلي بال حضرتك هو كل واحد بيحمل الزيادات اللي حصلت عليه على الاخر يعني آه. مثلا ايه الناس اللي بيبيعوا فول وطعميه فيقول لك ايه حصل زياده في سعر الصرف اضرب انا سعر الفول ازوده 2 جنيه ازوده نص جنيه ازوده, جنيه، أزوده ليه لانه هو تحمل اعباء اخرى من زيادات سعريه في سلع وخدمات اخرى فبيحملها على الزبون، اصل الناس دايما بتقول لحضرتك ايه؟ الله هو مال سعر الزيت وسعر الصرف، مال سندوتش الفول والطعميه وسعر الصرف، لا الامور مرتبطه لان حضرتك لما بتبيعي سلعه او خدمه وحصل تضخم سواء تضخم وارد من الخارج للاسباب اللي احنا ذكرناها او تضخم من الداخل تمام؟ فهو بيحمل هذه التضخمات على الزباين بتوعه. مم. طيب هل الحكومة وقفت ساكتة؟ لا 80% من الموجات التضخمية من خارج البلاد بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد وندرة السلع الحقيقة تحملتها الحكومة والدليل على هذا 80% 80% يعني لو أقول أن في حاجات يعني قبل كده الدكتور مصطفى مدبولي قال 35% من التضخم في مصر هو جاي من بره مستورد الدولة تحملت 80% الدولة يعني هقول لو لو الألم دوت زاد 10 ساغ على الدوله فالدوله اتحملت 8 قروش وممررت قرشين <applause> للمواطن فكده الدوله قامت بدورها سواء باجراءات حمايه اجتماعيه او بقرارات اقتصاديه لتحفيز السوق والقضاء على السوق الموازي ومنعا للمضاربات على الدولار والناس بتقول لحضرتك هو الدولار زاد هو الدولار ما زادش هو الوحده بتاعتنا العمله بتاعتنا هي اللي انخفضت <applause> تمام؟ لما يجي ابص على الاندكس اللي هيعمله البنك المركزي ان هو هيحط سعر الجنيه مقابل سله من العملات الاخرى أوه. اليورو والين مش كده؟ اضافه الى الذهب مخزون الذهب لدى البنك المركزي. ده هذا النوع من التنويع وممكن انك وده ينعكس, ينعكس ازاي على ده هينعكس على اساس ان حجم الطلب على الدولار هيبتدي ينخفض لو احنا فتحنا مثلا مسارات فيما يتعلق بالاقماح والسياحه الروسيه أننا نعمل نظام المبادلات بالعمله انك تقبلي العمله بتاعته وهو يقبل العمله بتاعت حضرتك يبقى هتخففي الضغط على الدولار انما انا احقاقا للحق ان فخامه الرئيس دائما ابدا يطمئن على حاجتين توافر هذه السلع ووجود ارصده امنه هذه السلع الاستراتيجيه وضبط الاسواق وان يكون هناك اسعار عادله بيتم تداول البضاعه فيها، واهم حاجه اللي هتخلي الاسعار عادله هو اتاحه هذه السلع في الاسواق. النهارده في اجتماع النهارده مع التجار ومع الغرف التجاريه ومع المصنعين وع وعلى تجار الجمله ونص جمله وتجار التجزئه الرساله كانت واضحه ليس هناك اي داعي لزيادات سعريه. زياده حجم المعروض، زياده حجم الانتاج وبالتالي هيكون هناك وفره في المعروض بين سلع فتبدا الاسعار في الانخفاض. طيب دكتور ابراهيم وحضرتك بتتكلم عن اسواق الجمله ونص الجمله، حضرتك كنت معانا هنا قبل كده وتكلمت على فكره وده طبعا طبقا لتوجيهات من الرئيس فكره اسواق نص الجمله هي يعني اتاحه هي نفس الفكره التوجيه آه بتاع الرئيس هو اتاحه بدانا في الغربيه الحقيقه وكان هناك اجتماع الاسبوع قبل الماضي مع مستشار رئيس الجمهوريه فيما يتعلق بالجهات المعنيه وسلمنا دراسه في الاسواق نصف الجمله دي هتتعمل في أي مناطق؟ احجامها قد ايه؟ ادارتها ازاي؟ تمويلها، العائد على الاستثمار، فتره الاسترداد، الحقيقه قمنا بهذا الامر تماما وتم الانتهاء منه الحقيقه وبدانا في الحربية. الغربيه الغربيه في المنطقه التجاريه اللوجستيه وده بايلوت بروجكت او مشروع نموذجي للبدايه، هناك اربع اسواق اخرى أه سيتم تنفيذهم خلال الفترة القليلة أكيد هنبعت القليل. كاميرا ونصور هذه الأسواق اللي إحنا مستنيينها في فترة وتشوفوا بالمرة المنطقة التجارية اللوجستية اللي استثماراتها من قبل القطاع الخاص 7 مليار في 18 نشاط تم تنفيذ 9 أقول كام 92% من هذه المنطقة طب داعي. نعرف الناس أكتر بأسواق نص الجملة وزي هي مهمة في المرحلة اللي إحنا فيها دي أسواق نص الجملة هي نموذج سوق ما بين المتاجر والمنافذ وما بين اسواق الجمله نموذج اسواق الجمله زي سوق الجمله بتاع العبور وسته اكتوبر المفروض هذه الاسواق بتبيع لتجار الجمله والنص جمله مم. يعني هذه اسواق الجمله بتبيع لتجار الجمله وتجار نص الجمله تمام وتجار التجزئه بيروحوا يتحصلوا على البضاعه بتاعتهم من هناك انما لو انا ابراهيم عشماوي عايز اروح اشتري خضار او فاكهه من اسواق الجمله هو الحقيقه لا يجوز انما ممكن اروح على ايه فكهاني مش كده؟ على منفذ على فرد واقف بيبيع خضر وفاكهه في الشارع او متجر، فالحقيقه كان توجيه فخامه الرئيس الحقيقه ان احنا عشان نساعد على حجم الاتاحه وبدل ما المواطنين تروح تشتري من المنفذ او المتجر او الخضري او الفكهاني باسعار زياده، مم. فهو هيوفر لهم هذه السلع في اسواق نص الجمله باسعار اقل، اسعار اقل منين؟ من المنافذ والخضري والفكاهة فيستفيد المواطن من حجم هذه الاتاحه في اسواق طبعًا. نصف الجمله طيب يمكن نمر سريعا على شويه الشائعات م. اكيد حضرتك بتتابع الشائعات اللي بتنتشر على السوشيال ميديا طبعا او من الناس اللي عماله تحرض يعني اخر شائعات كانت موضوع الخبز no. تم رفع الدعم عن الخبز الناس هتاخده بدلا منه دعم نقدي ونفهم امبارح وزير التموين ترد ايضا ازاي دكتور ابراهيم على بل في جمله وتفصيلا اي تغير في شكل الدعم سواء بالنسبه للخبز الذي يستفيد منه 72 مليون مواطن او السلع التموينيه الذي يستفيد منها 64 مليون مواطن تحت منظومه الدعم، ليس هناك تغيير في شكل الدعم، ليس هناك زيادات سعريه عن ما تم الاتفاق عليه، زي ما قلت لحضرتك كيس الرز ب 10 جنيه ونص في المنافذ <applause> الخاصة بوزارة التموين اللي احنا ذكرنا هي الأكبر أربعين ألف منفذ مش كده بس دا احنا هننزل سيارات <applause> تجوب القرى والنجوع لزيادة حجم المعروض من هذه السلع بالأسعار اللي أنا ذكرتها <applause> فبالتالي ليس هناك أي نوع من الاستنتاج أو القفز إلى أن يكون هناك إشاعة تتعلق بتحويل الدعم أو تخفيض الدعم او زياده سعريه او شيء من هذا القبيل جمله وتفصيلا الحقيقه بنقول هذا بالفم المليان ليس هناك توجه بالمره لتغيير نظام الدعم او شكل الدعم او ما اتفق عليه خمس ارغفه للفرد في اليوم تكلفه الرغيف على المواطن خمس قروش تكلفه هذا الرغيف على الدوله خمسه قرش فكل رغيف مدعوم ده من تقريبا كده من الثمانينات ما تحركش أو ولا يمكن اكتر لا ده هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه الجنيه بيشتري 20 رغيف م. انا اتصور النهارده لو عملنا مقارنه الجنيه مش هيشتري اي 20 اي حاجه مش كده؟ <applause> فاقل سلعه بيعا هي الخبز بس الخبز ده مهم جدا بالنسبه للمواطنين طبعا ده هو السلعة لا الاساسيه م. في الفطار والغداء والعشاء وهو قيمه غذائيه كبيره والخبز التمويني طعما وقيمه غذائية هو افضل من الرغيف الاخر الذي يباع في المخابز الافرنجيه بس خلي بالك حضرتك كمان حتى الدوله تدخلت لما الرغيف الافرنجي في مزبوط. المخابز الافرنجيه تحرك صح. ومدت الوزاره المخابز الافرنجيه بسعر طن القمح 9000 جنيه عشان الرغيف بالنسبه للطالب في المدرسه وباقي المواطنين يتم بيعه بالسعر العادل. فإذا الدولة تتدخل للحفاظ على الدعم بالنسبة الشريحة الأولى بالرعاية. الجزء الآخر إن كمان الدولة بتتدخل لضبط الأسعار لما يكون هناك جشع أو زيادات من قبل التجار. وإحنا بنتكلم عن القمح بنتكلم على مخزون يكفينا لحد شهر إبريل. آه وبعد كده هيبتدي عندنا موسم, موسم القمح وإحنا قررنا إن إحنا هنستورد مليون طن قمح. أيوة. زيادة على المخزون. احنا زي ما قلت الحقيقة إحنا بنستهلك المخزون قد إيه المخزون عندنا خمسة وواحد من عشرة ده مخزون الأقماح تمام احنا بنستهلك في الشهر أنا بتكلم عن الدولة بالكامل واحد وثمانية من عشرة مليون طن قمح احنا أكبر دولة مستوردة للأقماح طب. طب وهنا هل نقدر نقول إن تم تحقيق الهدف بتوريد المزارعين للقمح في موسم الحصاد اللي فات نعم. وهل نطمح لزياده نعم. او حوافز لتشجيع المزارعين للموسم قولا قولا واحدا الموسم الماضي الحقيقه احنا كنا بناخد طن من كل ثلاثة طن انتاج الفندان بينتج تقريبا ثلاثة طن من الأقماح احنا كنا بناخد طن والمزارع والتاجر بيتحصل على 2 طن في الارز احنا بناخد طن وهو 3 طن طب احنا بناخد ليه؟ لان احنا بندعم في الكيماويات وفي كل ما يتعلق بتقديم دعم للفلاح او المزارع فبالتالي احنا بنقول دي دوله ولازم يكون للدوله احتياطي والاحتياطي ليه؟ عشان بيتم رده الى المواطنين عشان ما يحصلش ان يكون عندك اي ندره او عجز خلي بالك في بريطانيا حصل نقص في الخبز وفي بيض المائده امريكا كان في حرب على ورقة التواليت مش كده؟ الحقيقة احنا في كورونا وما بعد كورونا وفي الحرب الروسية الأوكرانية لم نشهد نقص لا, لأ مصر كانت داخلة باقتصاد قوي جدا وقت الكورونا مع ازمه ده ده, زي 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 ده, جز... ده, ده, ده تطلب زيادة حجم المعروض آه. تنويع مصادر الإمداد، احنا كنا بنتحصل تقريباً على 80% من الأقماح بتاعتنا من روسيا وأوكرانيا مصبوع. طيب لما حصلت حرب احنا عندنا طبعاً عندنا و... سلاسل آه. إمداد أخرى طبعاً وهم مشهورين بالزيوت سواء الصويا أو عباد انما لما حصلت هذه الحرب كان هناك تقدير من قبل القياده السياسيه ان يكون هناك مسارات اخرى مع دول اخرى يتم الاستيراد منها استوردنا من المانيا من رومانيا من فرنسا من كازاخستان من اخرين هل في مسارات جديده؟ اه طيب احنا عندنا 15 من. يعني حضرتك بتقول في مليون جايه، مليون طن قمح جاية صحيح ده بيبقى في صوره بقى مناقصه بيتم أوه. طرحها تمام وبيتقدم ممثلي الشركات الكبيرة كله بيحط سعر ان اخر مرة جبنا القمح كان حوالي 402 دولار أوه. للطن خلي بالك انا قلت ان اسعار الاقماح في تزايد يعني قبل قبل كورونا كان القمح الطن ب 238 دولار احنا بنتكلم على البورصات العالمية النهاردة 500 دولار بعد بس كان التوقف. في فترة نزل شوية حتى الفاو اتكلمت عن اي سلعة يصل الى القمة وبعد كده بيحصل أوه. انخفاض في الأسعار بسبب زيادة حجم المعروض رجوع السياسة بكفائتها بكفاءتها إنما الحقيقة حصل طفرات في الأسعار كبير ولم أوه. يتحمل المواطن هذه الزيادات إلا بقدر قليل وتحملت الدولة م. نيابة عن المواطن 80% أنا بأكد على هذه المعلومة لأن أنا شايف الأسواق حوالينا أنا شايف النهاردة دول في المحيط بتاعنا زي لبنان النهاردة عندها اه احتياطي قد ايه في في خمسة 45 يوم احنا مم. عندنا شوفي بقى حجم السوق بتاعنا قد ايه 72 مليون. مليون مواطن تحت منظومه الدعم في الخبز كل مواطن بياخد خمس ارغفه عندنا مطاحن شغاله عندنا كل مليون و م... الف استهلاك شهري من القمح طيب أه حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على قرارات البنك المركزي نعم ازاي بتنعكس على الصناعات الغذائيه طيب مهم جدا من ضمن الموضوعات اللي تم طرحها من قبل فخامه الرئيس موضوعين يخصوا الصناعات الغذائيه قهوه آه آه اتفينا آه 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 وده هيبقى على مساحه ده هيبقى مصنع كبير جدا لقهوه فينا على مساحه 120 فدان باستثمارات تربو علي الخمسة ونص مليار جنيه آه. تفتكري زمان أهو فينا دي علامه تجاريه مشهوره جدا في الدول العربيه ولكن حصل انخفاض فكان التوجيه الرئاسي اعاده احياء أهو فينا وان هي تكون على مساحه اكبر انتاجيتها تبقى اكبر في الخضار المجمد وفي العصائر والمربات وخلافه تمام ده شق الشق الثاني بقى الحقيقه زيوت ان هناك هيكون ثلاث مواقع لعصر وتعبئه و أنا قلت عصر وتعبئة وإيه كمان في زيوت؟ عصر العصر. الزيوت وتكرير. وتكريرها يبقى عصر وتكرير وتعبئة للزيوت خمس مصانع في سوهاج وفي مدينة السادات محافظة المنوفية وبرج العرب محافظة الإسكندرية. هذه الاستثمارات تربو على 321 مليار دولار وبنرحب بالقطاع الخاص في المساهمة في هذه الأنشطة الغذائية. فالحقيقة القرارات اللي تم اتخاذها سواء لتدبير عمله لمدخلات الانتاج، تدبير الدولار لمدخلات الانتاج لهذه المصانع سواء لها إدفينة او, أو مجمعات الزيوت احنا بنسميها مجمعات الزيوت فعندنا هيكون ثلاث مجمعات للزيوت زي ما ذكرت في الاماكن بمساحات مختلفه وده الاستثمار المخصص ليهم وبندعو من خلال هذا المنبر العظيم القطاع الخاص للمشاركه في هذا النشاط الغذائي، فبالتالي كون الدولة من خلال البنك المركزي هتوفر الدولار لمدخلات الإنتاج، فده بيعمل الحقيقة طفرة في إن تشجعي المستثمرين إن هم يزودوا طاقتهم الإنتاجية. طبعًا إحنا بنتكلم شئنا أم موجات تضخمية من الخارج ومن الداخل أوه. للأسباب اللي إحنا ذكرناها. ولكن أنا بقول يعني دور الحكومة إن هي بتحاول قدر الجهد والامكان ان هي تخفف من وطئه هذه الزيادات السعريه وخاصه في السلع الاساسيه للسواد الاعظم من المواطنين طيب نختم ونستفيد منك يا استاذ اقتصاد النهارده بنشوف التوقعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعات كلها مبشره عن على معدلات النمو معدلات نمو يعني لا. تقريبا 4.8% بدأت توقعها البنك الدولي النهارده صندوق النقد الدولي بيقول من اسرع عشر اقتصادات في الدول العربيه مصر في الترتيب الرابع صحيح بهذه المعدلات خلي بالك حضرتك ال ال العام الماضي كان معدل طب النمو طب ما هو كل بيحضر ان 2023 اه ما انا جاي حضرت. دخول دخول عايزين آه آه انا انا هقول لحضرتك الحقيقه بعد كورونا وتعافي الاقتصاد الحقيقه كان معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.8 اه السنه الماضيه 3.2 السنه القادمه التوقع 2.1 فنوع من تباطؤ الاقتصاد العالمي من خمسة وثمانية من عشرة لثلاثة واثنين من عشرة لاثنين وواحد من عشرة خلال السنة القادمة فده بنسميه نوع من التباطؤ التخوف ان العالم هيخش في ركود وفي فرق بين الركود والكساد الركود بيبقى فترة قليلة الكساد لفترة أطول فالركود بيبقى اللي بيحصل السلع موجودة او العرض موجود ولكن الطلب قل ايوه تمام فده يؤدي الى ركود فالصانع يقلل حجم انتاجه ويستغنى عن كثير من العاملين انما النهارده انا بتكلم على المشروعات القوميه قدرت ان هي توفر فرص عمل الصناعات الغذائيه سواء مجمعات صناعيه اللي بيتم تنفيذها او قهوة فينا دي بتخلق فرص عمل كبيره فالحقيقه احنا بنحاول النهارده ما نخشش في هذا الركود الركود بقى لما بيتوافق مع زيادات سعريه بنسميه ركود تضخمي م. يبقى السلعه موجوده ولكن المواطن لا يشرع في شرائها والاسعار بتاعت السلعه بتزيد, بتزيد. هذا هو الركود التضخمي التخوف عالميا ان الاقتصاد يخش فيه نوع من الكساد هو العالم النهارده دخل في ركود بس أوه. تخوف ان هذه الفتره تطول فنصل الى ما كان في الثلاثينيات ويبقى في الكساد العظيم انما بقول الحمد لله بالنسبه للسوق بس في في البعض توقع على نهايه 2023 او في النص الثاني من 2023 الدنيا تتحرك التحرك قال في النص الثاني من 24 يا نهار ابيض ويرجع الاقتصاد الى دورته الطبيعيه على 25 هذا هو ما يتحدث في المحللين شكرا. انما احنا الحمد لله يعني وان كنا متشابكين مع الاقتصاد العالمي الحقيقه انت عارفه حضرتك الاقتصاد احنا آه ترتيبنا النهارده 36 كدولة من حيث إجمالي الناتج المحلي ونسعى في 2030 نكون من أكبر 20 اقتصاد في العالم لو كملنا بنفس معدلات النمو زي ما قلت 6 و 6 من عشرة العام المالي المنصرم توقعات بتتحدث عن 4 و 8 وطبعا السعي 10. إلى زيادة الصادرات ده, ده مهم جداً. أه. يعني خلي بالك احنا ما عندناش مشكله في الاستيراد احنا بنستورد دايما الحاجات المهمه جدا أوه. انما المشكله ان الصادرات بتاعتنا بعافيه لا تبين شمعين. ان ممكن في حاجات كتير نصنعها محليا وده ده اللي بقى توطين الصناعه و... او اللوكاليزيشن اللي احنا بنتحدث فيه عشان تزودي القاعده التصديريه خلي بال حضرتك في دول مش بتصنع انما بتعمل حاجه اسمها اجريجيتر ايه الاجريجيتر آه. ان هو يضيف قيمه يعني أيوة. مثلا عندي سلعه بتعبر قناه صح. السويس مم. مش لازم اصنعها انا انما ممكن اخدها احط عليها دي اضيف عليها قيمه مضافه والمركب يمشي بيها فانت بشكرك جدا صادرات. دكتور ابراهيم عف. على وجودك معانا النهارده في مساء دي ام سي شكرا على كل المعلومات المتعلقه بالسوق جل. وبالسلع زي ما سمعنا خلال الفتره اللي جايه المعروض هيبقى كتير جدا ومن الرز ومن الزيوت وكله في الفتره المقبله هيكون في رقابه على الاسواق كمان وغرامات بتصل الى 2 مليون جنيه. بشكرك جدا دكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجاره الداخليه. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. طبعا لسه كنا بنتكلم على الاجراءات الاخيره من البنك المركزي وبنتكلم على فكره النقد الاجنبي والوسائل المتعدده اللي موجوده في مصر وكنا لسه بنقول الصادرات السياحه. بعد الفاصل السياحه. هذا الدخل المهم جدا لمصر ولكن ما زلنا امام عدد مقارنه بمقومات مصر وما تملكه هو لسه عدد قليل عليها. بعد الفاصل هنناقش ابرز الامور المتعلقه باستراتيجيه وزاره السياحه وازاي يدخل لمصر 30 مليون سائح سنويا. <applause> انتهت فعالياته لكن أثره الإيجابي سيبقى مستمر هذا ما أكده المشاركون بالمعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة في يومه الأخير فرحانين جدا ان احنا قدرنا نتقابل مع ناس كتير جدا قدرنا نعمل تبادل للصناعات قدرنا نحتك بموردين تانية تقدر تورد لنا حاجات قدرنا نحتك بعملاء جداد قدرنا نخلق سوق كبير نخلق تنافسيه جامده جدا اتعرفنا برضو على الناس الموجودين في السوق وايه الامكانيات التعاون ما بيننا وما بينهم ودي حاجه كانت ممكن تكون صعبه شويه ان احنا نعرف بقيه الناس ومجالاتهم واعمالهم عامله ازاي كمان الثقه بقى اللي احنا شفناها من امكانياتهم واللي احنا شفناها بعينينا المعرض ده فعليا عرفنا قدرات قدرات المصريين خلال فترة انعقاده التي امتدت من التاسع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من أكتوبر نجح المعرض والملتقى الأول للصناعة في تعريف السوق المحلية بأحدث ما توصلت إليه الصناعات المصرية والمساهمة في دعمها بقوة المنتج بتاعنا كأوتوبيس غاز طبيعي قدرنا نعرض منتجنا اللي هو تصميم مصري بنسبة كبيرة جدا احنا سعداء جدا بمشاركتنا في المعرض الصناعات الدولي الأول ونتمنى اللي هو يتقرر طبعا كل سنة وان شاء الله يعني كلنا بندعم اللي احنا نحقق الحلم بالتصدير المبادرة المئة مليار دولار واحنا قادرين يعني الحمد لله على المنافسه الخارجيه بالتطور اللي احنا واصلينه والصناعه المصريه يعني في اخر خمس سنين في طفره حاصله جامده في الصناعه وقادرين اللي احنا نصدر ان شاء الله المعرض والملتقى الدولي للصناعات هو الأول من نوعه وهو جزء من توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتوطين الصناعة المحلية وفتح أسواق خارجية للتصدير سعيا للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات في الفترة المقبلة. مع الأزمات الاقتصادية المستمرة والتي تعمل بشكل كبير على رفع أسعار الخامات. كان لزما على الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعوضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة وجعله بشكل دائم وليس مؤقت وهو ما دفع مجلس الشيوخ بالموافقة على هذه التعديلات لما لها من فوائد كثيرة على الشركات المتعاملة مع الحكومة والتي تساعد في بناء الدولة المصرية ناقشنا في المجلس مشروع قانون لتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامه الصادر في عام 2017 واللي بيعالج الاضرار الناتجه عن القرارات الاقتصاديه. في ظل الظروف العالميه والاقتصاديه الحاليه واللي بتاثر على السوق المصري كان لابد من تعديل هذا القانون ليصبح قانون دائم وغير مقيد بفتره زمنيه محدده. الدوله حريصه انها تراجع او تقدر تقول قياس الاثر التشريعي للقوانين الموجوده ورات ان بالفعل ان هذا القطاع يحتاج دعم علشان يقدر يستمر في تحقيق النهضه الحقيقيه في قطاع البناء والتشييد ولكن استجد علينا يعني مؤثرات عده سواء اجراءات اصلاح اقتصادي، ارتفاع بعض الاسعار الوقود، نقدر نتكلم مؤثرات خارجيه زي جائحه كورونا والحرب الاوكرانيه الروسيه اثرت بشكل كبير على هذا القطاع اللي المستوعب قدر كبير جدا من العماله ودي نقطه مهمه بيحقق تنميه حقيقيه في الشارع المصري ودي نقطه مهمه بنتكلم ان احنا دورنا جميعا ان احنا نحافظ على عشان نستمر لان كل شركه تخرج من السوق هتاثر بشكل كبير جدا ولها اثار سلبيه مشروع القانون وتعديلات المواد اللي جاءت النهارده في القانون كانت استجابه حقيقيه من الحكومه لبعض التحديات اللي بتواجهها الدوله مش بس على المستوى الم حل ولكن على المستوى الدولي اكتشفنا احنا في لجنه الاسكان ان في طبعا عقود كانت موجوده وحصل تضرر للمقاولين والموردين فبدأنا في لجنه الاسكان ان احنا اصلنا هذا الموضوع من خلال اقتراح برغبه وبعد كده لقينا الحكومه استجابت لنا بمعنى ان هو النهارده بدل ما كان مقتصر فقط على فتره عمليه الاصلاح الاقتصادي من 2016 من شهر 3 2016 لشهر 12 2016 اصبح حاليا قانون ثابت مستدام معايا لجميع المشكلات والمعوقات الاقتصاديه او الاصلاح القرارات الاقتصاديه التي تؤخذ في حاله الاصلاح الاقتصادي في اي وقت او اي اضطرار لاي مشكله. انا اعتقد انه قانون في غايه الاهميه، قانون هيخدم قطاع كبير جدا من الذين يعملون تحت شركات المقاولات والتوريدات وبشكر الحكومه مره اخرى والدوله المصريه على مراعاه هذه الشركات. مع تداعيات الحرب في أوكرانيا وروسيا وغلاء الأسعار أصبح في مشكلة كبيرة جدا 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 عند المقاولين أو الموردين أو الكلام ده بفرق الأسعار اللي عمال بيطلع فنظرة الدولة ليهم أو اتجاهها النهاردة في القانون ده حاجه رائعه جدا جدا من قبل الدوله لان احنا بن... بنقول للناس احنا مهما كان احنا في صفكم واحنا معاكم هنا رساله مهمه جدا من الحكومه المصريه انها في ظهر المستثمرين والموردين والمتعاملين مع الحكومه بشكل عام لان اي تاثير هيحدث عليكم الحكومه موجوده وبتحاول تدعم بشكل مباشر هي فلسفه القانون ده اللي حصل اشاده كبيره جدا من الساده النواب للحكومه لان لاول مره بنشوف الحكومه المصريه بتدعم المستثمر وده برهان اكيد على كل الرسائل الحقيقيه اللي بنشوفها خلال الفتره اللي فاتت على اهميه الصناعه وتوطين الصناعه احنا النهارده كنا في ورشه بخصوص دور او المعوقات او التحديات اللي بتواجه المجتمع المدني خرجنا بتوصيات كتير عشان نزيل هذه المعوقات والتحديات ويرجع دور يعني ونعظم دور منظمات المجتمع المدني تاني الى سابق عهدها او احسن كمان كان من ضمن التوصيات دي ان هي تعزيز العمل او تعزيز العمل التشاركي بين القطاعات الثلاثه القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقطاع منظمات المجتمع المدني احنا امام اكثر من أربعين الف جمعيه اهليه داخل المجتمع المصري بالتالي كانت رسالتنا او مناقشاتنا اثبتت ان لابد بقى الجمعيات الاهليه تقوم بدورها احنا شفنا ان في بعض العقبات او بعض السلبيات داخل جمعيات المجتمع المصري منها مثلا عدم مؤسسية إدارة المجتمع جمعيات الأهلية تحكم النسبة الغالبة في إدارة الجامعات الأهلية من كبار السن محتاجين أن احنا نمكن الشباب في إدارة هذه الجامعات محتاجين ان احنا برضو مفهومنا عن المجتمع المدني ودوره انه يتغير ما زلنا برضو مفهومنا محصور داخل المجتمع المصري على ان جمعيات المجتمع المدني بتقوم بدور الهبات والاعانات والصدقات دون ان تقوم بالدور الحقيقي ايه في التنميه المستدامه بنرحب بحضراتكم مره تانية وبنرحب معانا بالدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه دكتور حسام اهلا بيك معانا في مساء دي ام سي اهلا وسهلا يمكن واحنا بنتكلم على ان المؤتمر الاقتصادي كان فيه جلسه مهمه جدا ازاي نجيب 30 مليون سائح لمصر <applause> ولأنه مصر تستحق بكل اللي عندها من سياحة شاطئية آثار سياحة علاجية سياحة دينية ممكن تجيب الملايين والملايين من السياح. خلينا نبدأ من أهم حاجة وهي فكرة اللي كان بيحصل قبل كده في حرق الأسعار. فكرة الأسعار بعض الفنادق النهارده في حد أدنى للغرفة والمفروض إن التطبيق الحد الأدنى يبدأ من بكرة 1 نوفمبر. <applause> عايزين نعرف أهمية هذا القرار. في موضوع الأسعار. هو ده قرار مهم جدًا؛ إيه لأن الحد الأدنى ده بيبقى مرتبط بكذا حاجة، إيه ما فيهوش فعلًا حرق للأسعار. الأول لما ما كانش فيه حد أدنى، والحد الأدنى للأسعار مربوط ربط ضريبي طبعًا بالفاتورة الإلكترونية، والرقمنة، والضرايب الموجودة، فدلوقتي إيه المفروض كان قبل كده. برضو اتطبق من حوالي سنة ونص في عهد الوزير السابق الحد الأدنى بالتدريج يعني كانت الفنادق الخمس نجوم حد أدنى بير بيرسون بير نايت 40 دولار ما تتبعش بالشخص. أقل من كده و40 دولار دلوقتي من 1 نوفمبر هتبقى الحد الأدنى للخمس 50 نجوم دولار. 50 دولار للفرد في الأوضة يعني الأوضة ب100 دولار حد أدنى الاربع نجوم 80 دولار 40 40, 40 الثلاث نجوم 30 دولار 30 30 20 20 10 10 ده هيفيد القطاع جامد جدا اولا في تحصيل الدوله لمواردها تحصيل الضريبه الحقيقيه كل مش المنافسه هتبقى هو ايه اللي كان بيحصل الاول وده اللي كان ما بيحصلش منافسه اللي بيحصل ان واحد داخل السوق جديد شركه او تيفر فبيجي على شركه سين وصاد وعين دولت بيبيعوا ب 100 دولار ب 120 دولار ب 130 دولار م. فهو عايز ما يدخلش بقى يقدم سيرفيس عالي وينافس ويقدم آه. جوده منتج ويقدم كذا لا هو عايز ياخد التوكيلات من الثلاث شركات دولت فيعمل ايه يقول مثلا ب 70 دولار آه. وهو خسران ويقول لك لما يجي ينزل انا اقدر اعوض من السايح ابيع له رحله اختياريه ابيع له كذا ابيع له كذا ابيع له كذا فبتبتدي تسوء الكواليتي في كل حاجه في الخدمه في الاكل في كل شيء. فده بيرفع من مستوى الخدمات السياحيه بيتم ربط ضريبي مع الفنادق والشركات والفاتوره الالكترونيه الى اخره فمش هتحصل المنافسه بقى فين؟ في تقديم احسن جوده للمنتج مم. يعني انا هدي برنامج ب 500 دولار انت عايز تنافس في البرنامج مثلا يعني هتنافس انت ممكن تنافس في خلال 20 دولار 30 طب دولار احنا بنسمع على باكج بت يعني بتتعمل لاوروبيين يعني رخيصه جدا مم. ازاي ممكن يتم ضبط هذه المساله لا هو الـ 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 الرخص ما بيجيش نتيجه هو اللي بيحصل كالاتي احنا عندنا السائح الاوروبي بيجوا مثلا الوكيل او السبلاير او التور اوبريتور او الترافل ايجنت بره بيقول أوه. انا عندي السيزون ده مئة الف سايح هنزلهم لك مثلا على عدد معين أوه. الف رحلة خلاص كل رحلة او بلاش الف رحلة 500 رحلة كل رحلة 200 زبون م. تمام او 200 أيوه. سايح فانا عندي الطيران الشارتر ايه اللي انت هتقدمه لي اللي هو منخفض التكاليف وانا بنزل بيه الغردقه، الاقصر، اسوان، شرم الشيخ كدعم او كحافز ان انا انزل في اللوجيستيك بقى تخفيضات معينه، 50% كذا كذا كذا. الطيران الشارتر او منخفض التكاليف اللي بينزل المحافظات بيبقى خاص بالتور اوبريتور وشركته بره غير الطيران المنتظم وبعد كده هبقى اقول الفرق بين الاثنين. الحقيقه حضرتك دكتور حسام لو رحنا على طول لهذه الاستراتيجيه اللي بتشتغل عليها او اشتغلت عليها وليها ملامح ظهرت وتم طرحها من وزاره السياحه والاثار استراتيجيه جذب 30 مليون سائح <applause> اكيد حضرتك اطلعت على ملامحها اكيد طبعًا. الى اي مدى هي قابله للتطبيق في ظل وزير الوزير احمد عيسى اللي ليه خلفيه اقتصاديه ومن ضمنهم طبعا من اهم الـ يعني ملامحها موضوع الطيران منخفض التكاليف طبعا الاستراتيجيه دي هي هنقول حلم ولكن اتحطت لها خطة وهدف ووضع معين على أساس تنفذ على أساسه طبعا زي ما حضرتك قلتي السيد الوزير أحمد عيسى ذو خلفية اقتصادية خلفية اقتصادية وكان ماسك مراكز كبيرة في البنك التجاري الدولي إلى آخره فهو يعي جيدا التسويق الإدارة الدوران رأس المال التيرن أوفر الحملات التسويقية الـ الـ المنتج نفسه هيكون ازاي؟ ازاي التسويق خارج مصر؟ وهو بيكمل ازاي شفت ده في الاستراتيجيه؟ انا شفت ده من الجولات المكوكيه اجتماعه مع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحيه وغرف شركات السياحه مع المستثمرين في قطاع السياحه في جنوب سيناء وفي الغردقه وفي البحر الاحمر اهتمامه الاقتصادي الكبير بتقديم جوده ومنتج وهو الحقيقه في وطبعا مع رئيس لجنه السياحه والآثار في مجلس الشعب كله هو ضم كل العقول ذات العمل الخاص مع الاستراتيجيات التي تضعها الدوله لأخذ الخبرات. طيب وهنا دكتور حسام كعضو في غرف السياحيه. الاتحاد المصري اه. الاتحاد المصري الغرف السياحيه. انت بالنسبه لك تشوف ايه اهم الحاجات اللي ممكن تتحط في هذه الاستراتيجيه اهم حاجه على وجه السرعه لجذب المزيد من السياح وايضا الاستثمار في مجال السياحه اهم حاجه وهو السيد الوزير والدوله نفسها وضعت ده والسيد رئيس الدوله لان في مجلس اعلى للسياحه الدوله وضع الاستراتيجيه دي وهيئه تنشيط السياحه ووزاره السياحه مع الوزارات الاخرى اولا الطيران منخفض التكاليف تبقى الطاقة الاستيعابية للمطارات كبيرة جدا وده بالفعل دلوقتي يعني هم هيخلوا مطار شرم الشيخ بدل 7.5 مليون سائح يبقى 10 مليون سائح في السنة يعني معلش انا اسفه بقاطع حضرتك لان يا ريت تكمل الفكرة مهمة جدا لكن احنا دلوقتي على الشاشة بنحط الصور لو حضرتك تشوف اللي وضعتها وزارة السياحة والآثار اللي بتتعرض في المطارات وحط فيها خط ساخن للاتصال والإبلاغ يعني ازاي كمان بتشوف خطوه زي دي وتكمل فكرتك كمان؟ خلاص هي طبعا السياحيه طبعا طبعا دي خطوه كويسه جدا بس عشان ما توهش النقطه اللي أوه. انا بتكلم فيها أه هتكلم على النقطه دي أه اولا ال ال الطاقه الاستيعابيه للمطارات لما تكبر أه والمطارات مثلا مطار زي الغردقه ياخد له في السنه 23 مليون سائح، مطار سفنكس جديد ده مهم جدا ان هو مليون و ألف سائح في السنه، احنا عايزين كان المفروض يفتتح في الصيف اه آه. عايزين يبقى 5 مليون 10 مليون سايح يجوا لمصر اي دوله او اي عاصمه بيبقى فيها مطار للطيران المنخفض في دول كتيره والطيران المنتظم الطيران المنتظم ده جداول محطوطه لشركه زي الشركه الوطنيه مصر الطيران بجداولها بانتظامها ب... بالخطوط بتاعتها للدول المختلفه والاشخاص الانديفيدوال او رجال الاعمال او لو حتى جروبات بيطلعوا عليها على اساس الخطوط دي الطيران العارض او منخفض التكاليف او الشارتر ده زي ما بقول لحضرتك ترافل ايجنت بيأجره بينزل عليه آلاف السياح بياخدوا اسعار معينه بيبقى من غير وزن من غير وجبه من غير كذا 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 فبتقل تكلفته للنص ممكن تبقى التذكره ب 600 دولار أيوه. تبقى ب 300 دولار، التذكره ب 1000 دولار تبقى 400 دولار دي مهمه دولار. جدا لزياده اعداد السائحين اه الطاقه الاستيعابيه في المطارات دي مهمه جدا، الطاقه الاستيعابيه في الفنادق مهمه جدا بس اهم حاجه المطارات والطيران منخفض التكاليف لان ده هيفرق كتير جدا يعني انا عندنا مثلا مؤتمر المناخ زي ما حضرتك قلتي في دلوقتي عرض مثلا للاقصر واسوان أوه. عرض للقاهره آه، الاهرامات عرض الكذا طيب خلاص الناس دي ان بتوين في المؤتمر عايزه تعمل رحلات بالطيران الشارتر هتطلع بالطيران مثلا تنزل مطار سفينكس هتطلع بالطيران من شرم الشيخ تنزل الاقصر مطار الاقصر شوفي بقى تكلفه الرحله كل ما قلت هتجذبي اكبر عدد موجود المفروض الطيران ده زي يبقى زي النقل السياحي زي اتوبيسات النقل السياحي. آه الطاقه الاستيعابيه للاتوبيسات النقل السياحي تكتر ال ال احنا الحمد لله الانفراستراكشر والطرق وكل حاجه بقت قويه جدا على استعداد لاستقبال كده احنا ممكن مصر في, ال في الفتره القادمه تبقى فكره مطروحه ان احنا ليه ما نعملش سباق زي سباق كان الاول بنعمل سباق الرالي آه. طيب السباق الفورمولا ليه ما نحاولش نطبقه في مصر؟ وده بيجذب طبعا هو مكلف ولكن دراسه حاجه زي كده ده بيجذب حواليه كتير عندنا بقى في في سيناء وفي العالمين سباق الهجن أوه. عندنا آآ آآ سياحه رجع شمال سيناء بعد غياب سنين طويله اه سياحه سباق الهجن دي ليها فولورز وليها ناس متابعين احنا عندنا حضرتك ذكرت السياحه العلاجيه والسياحه الاستشفائيه والسياحه الدينيه والسياحه الترفيهيه اللي هي الشواطئ والسياحه الغوص والسياحه الشاطئيه والسياحه الغوص والسياحه, الغوص والسياحة ال... حتى السكاي دايفنج موجود، آه. البالون سياحه، كل أنو احنا عندنا كل الحاجات دي، الجذب السياحي بقى بيتم بان انا بقدم حزمه حوافز كبيره جدا متشكله في الطيران العارض ينزل في محافظات البحر الاحمر، محافظه جنوب سيناء، في المدن زي مرسى علم، ينزل القاهره مشروع في... أه طموح جاي كمان القطار الكهربائي اللي... هيبقى بيوفر وقت طويل جدا وبيربط محافظات هتخدم السياحه برضو؟ اكيد آه. بس انا الـ الـ على بال ما ده يشتغل ان شاء الله م. يكون عندي الطيران الاوبن سكاي من حتى في طيران زي اير كايرو طيران ما تبع مصر الطيران وكده يبقى خطوط من بتجيب دلوقتي من دول اوروبا انا عندي بقى الاستراتيجيه اللي, اللي بتضعها آه وزاره او الدوله مع وزاره السياحه مع رجال الاعمال مع الـ الـ التسويق لمصر في كل انواع السياحه دي مع وجود عوامل جذب، عوامل الجذب تتمثل في ايه؟ في سهوله تحصيل التاشيره مثلا في المطار، في دول ممكن تحجزها اونلاين وفي دول بتاخدها في المطار لكن هي عملت الدوله الفتره الماضيه التاشيره اللي هي لو انت مع حضرتك شنجن او امريكا او لا. كذا وجيت وانت من دوله ما بتاخدش تاشيره في المطار بمجرد ظهور هذه التاشيره وانت سافرت الدوله دي قبل كده بتاخد التاشيره في المطار دي هتسوق فتحوا في شرم الشيخ الدول معينه ان هما دول المغرب العربي ياخد التاشيره في شرم الشيخ مباشره بوصوله للمطار كل دي استراتيجيات وحوافز التعاقدوا مع شركات عالميه الشركات العالميه دي بتسوق بشكل معين في وقت معين احنا شفنا من قريب كان في ايطاليا كان في اجتماع مهم ايضا في ايطاليا آه لفتح سوق اه اه, آه المعرض الدولي المزل. اللي هو في في معارض وفي الورد ترافل ماركت جاي في انجلترا في شهر 11 دي مهمه جدا بتقوم الدوله بحجز اماكن بتطلع فيها المؤسسات والهيئات المصريه اللي هي مختصه بالسياحه رجال الاعمال آه وفي بعد كده الفتور في اسبانيا في الاي تي بي في المانيا معارض دوليه احنا لما بنطلع بنبقى جاهزين بالباكجز بتاعتنا بالبرامج السياحيه بتاعتنا بالاسعار بتاعتنا بنقابل طب ال... ايه كمان المطلوب دكتور حسام؟ احنا النهارده امام يعني ربما تداعيات الازمه الروسيه الاوكرانيه ممكن تستفيد منها مصر في مجال السياحه وحتى العمل عن بعد. مه. النهارده بنشوف حملات تعالى اشتغل في مصر آه ودي حملات اوروبيه حتى. ازاي ممكن نستفيد من آه المواطن الاوروبي اللي بيهرب عايز شتا دافي وكمان فواتير اقل في الطاقه لانه هربان منها اذا يجيبوا مصري يشتغل هو اللي دل... هم اللي بيشتغلوا عن بعد طبعا اه هو في اللي بيشتغلوا وفيه نقطه تانية مهمه جدا إيه ان احنا عندنا الناس اللي في اوروبا كلها اللي فوق سن الستين اللي على المعاشات دولت هم اساسا بيبداوا بعد الستين يعملوا رحلات فهو بيتقاضى معاشه عنده التامين الصحي بتاعه في اوروبا بس تكلفه وجوده في بلده هتكلفه اكتر، طب احنا نستدعي الناس دي انها تيجي تقعد فتره الشتاء كامل هنا، وترجع بقى فتره الصيف هناك، دي خطط ممكن توضع، احنا دلوقتي حتى بننظم الرحلات تبقى الاول كنا ممكن تبقى الرحله اسبوع، ماكسيموم اسبوعين، لا احنا دلوقتي ممكن عشان هو هيكلفه الطاقه هناك كتير، لا تعالى شهر، تعالى شهر ونص، تعالى شهرين. ممكن تبقى تعالى بدل بدل الفاتوره هنا تعالى اقعد في مصر وهتكلفه اقل و... لو هو ومراته بياخدوا معاشات معينه وفي كاتيجوريز طبعا في اللي هو 3 ستارز 4 ستارز 5 ستار 6 انا اسف اه اللي هو التوب في اي بي بقى اللي هو ممكن يدفع في الرحله مثلا 2500 دولار اه في 10 ايام او كده هتبص تلاقي ده بتيجي ممكن يجي يدفع هم ال 2000 لان السايح الامريكي اللي بيجي لنا من امريكا وفي سياحه الحمد لله امريكيه وسياحه كتير دلوقتي لا من ما شاء الله دلوقتي آه. المطارات وبالذات غردقه شرم الشيخ بالظبط يعني بس يعني السايح الامريكي بقى بصي حضرتك في كاتيجوريز ولازم تقسيم للسايح السايح اللي بيجي شرم الشيخ والغردقه ده بيبقى معظمه من اوروبا الشرقيه لان هو ثقافته انه بيحب البحر المديتيشن الغوص كذا السائح الاوروبي اللي من اوروبا الغربيه من المانيا انجلترا فرنسا واتيفر ده له السياحه الثقافيه فممكن ينزل وبعدين يجي يعمل نايل كروز وبعدين يرجع تاني وبعدين يسافر لبلده عن طريق الطيران الشرطة والسائح الاسباني الى اخره فالدوله والاستراتيجيه اللي وضعها الدوله ووزاره السياحه هي فاهمه مواعيد مثلا الدعايه والاعلان والاجازات اللي بتحطها للمجتمع ده اللي هو هيجي طول السنه في مصر مثلا الـ كان زمان السياحه الروسي والاوكراني قبل الازمه الروسيه والأوكرانية طوال العام واخده بال لما وقفت السياحه الروسيه نتيجه حادثه الطائره استبدلت اسواق اخرى وجت السياحه الاوكرانيه بس عندنا برضه البلغار والبولنديين ويعني في انواع كثيره من اوروبا الشرقيه وتشركستان ومش عارف يعني في دول بالاسماء كتيره جال طيب هل نقدر هل نقدر النهارده نقول في التوقيت ده نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت هل هو نفس حجم عدد السياح ولا فعلا في زياده لا لا في زياده كبيره ومطرده وتفرق كتير جدا وفي عندنا آه فنادق بسم الله ما شاء الله لا يعني والنايل كروزس انا مش عايز اقول لحضرتك ربنا يحفظ مصر في حيات. فيديو كان زميل ليا بيوريه لي من شويه احنا مش لاقيين اماكن حفل. السياح اللي نازلين يحجزوا في النايل كروز صحيح على حافلات كتير عند الاهرامات اللي هو كل يعني ما شاء الله طبعا نرجع ما شاء ما الله تاني فلا هو في عوامل حصلت اولا اختفاء تقريبا كوفيد تقريبا الناس كلها في العالم اتطعمت اشتياق العالم كله والدول المصدرة للسياحة انها تنزل اماكن معينة احنا في تنافس بينا وبين دول اخرى هو مش عيب ان انا كدولة اشوف الدولة دي بتعمل ايه لو هي جذبت سياح بشكل معين ونفذ نفس الخطط بتاعتها للجذب مع ان انا عندي مقاومات لان هو بيجذب بطريقة تسويكية. تسويقية ممكن ما تكونش عندي فانا في الحالة دي انا اللي يهمني الجذب التسويقي طب وأح... هل قدرنا نستهدف حضرتك اتكلمت مثلا على اصحاب المعاشات تمام هل قدرنا في الخطه دي او في الاستراتيجيه نحن احنا نبتدي نجذب فئات اخرى باعمار اخرى بطبقات اخرى من السياح في الفتره المقبله طبعا حضرتك انا انت بتقولي لي ازاي نجذب فقلت لك اصحاب المعاشات ممكن كذا كز... لكن هو الجذب دلوقتي حتى لو احنا عاملين اعلانات احنا بنعمل اعلانات على السوشيال ميديا مش الفيسبوك جوجل خلاص فبيبين لنا الاعمار انت الاعمار اللي بتستهدف مصر واللي بتحصل الكليكس على الاونلاين عشان تشوف البرنامج او كده خلاص بتبقى من بتتكلمي حضرتك من 25 لغايه 45 اكبر فئه اكبر فئه وعلى اليوتيوب بس هو الاكثر دايما الاعلان بصي حضرتك كماركتنج لان انا يعني عندي فكرة عنه كويسة بعمل الماركتنج لو انا طالع بستهدف دولة زي المانيا هستخدم الاعلانات في التلفزيون خلاص لو انا طالع دولة من دول الخليج هستخدم السناب شات وهستخدم تويتر لو انا طالع لدولة مصر مثلا الفيسبوك للسياحة الكاز لو انا بقى بستهدف امريكا وانجلترا وفرنسا وكاعلانات هتبص تلاقي كله على جوجل جوجل ادس جوجل ادس جوجل ادز فانت بتستهدف طيب امتى بتطلع الحملات دي ممكن تكون الحملات دلوقتي شغاله عشان عندنا شهر 11 وشهر 12 وكريسماس ونيو خلاص فاحنا بيبقى عندنا خلفيه والدوله طبعا والاستراتيجيات القطاع الخاص اللي بيقوم بيبقى عنده وضع وتصور للامتى لل... ده يتحط هنا امتى ده يتحط هنا امتى الدعايه دي يعني مثلا هقول احنا دلوقتي حل... عندنا شرم الشيخ لوحدها آه. دعايه مهمه جدا قمه المناخ آه. قد ايه دي ايضا هتنعكس ويعني كلمنا عن قمه المناخ واهميتها بالسياحه أولا هي مهمة جدا لأنها تجمع فيها أكبر عدد من رؤساء الدول المهتمين طبعا بهذا الحدث الناس والمهتمين والجمعيات والتسليط الضوء العالم كله على مؤتمر المناخ هيكون له ناحيه ايجابيه كبيره. اولا ده اولا شرم الشيخ تزينت كويس جدا كل حاجه بقت تبع البيئه كل حاجه بقت خضراء خلاص في عندنا بقى حاجة مسميات كثيره في شرم الشيخ اللي حتى التكاسي حتى بقى في جي بي اس للحاجات دي كلها عشان الرؤيه ان هي يبقى تقديم السيرفيس والخدمه والاعلى على فكره أخ... اتحاد غرف شركة سياحه وغرفه شركة سياحه وغرفه الغوص وغرفه الفنادق وغرفه كل دول مجتم... حتى كمان الانترنت يعني كنا بنتكلم م. في حوار مع وزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت واتكلم على انه الانترنت في شرم الشيخ دلوقتي سرعه فائقه سرعه فائقه وسالته أه. قد ايه ده ممكن يطبق على فنادق اخرى للسياح اللي حابين يجوا يشتغلوا من مصر ما برضه محتاج انترنت هو طبعا قد ايه ممكن في قطاعات كثيره اخرى في الدوله انتم محتاجينها م -م. عشان تقوي السياحة شوفي حضرتك يمكن في 70 او 80 برودكت بيعتمد على وجود السياحه السياحه هي اسرع صناعه بتجيب عمله صعبه للبلد طبعا. لو انا اهتمينا بالحاجات اللي بقول لحضرتك عليها الفتره القادمه إحنا ممكن في ظرف مع تقل الصعيبيه للفنادق مع كل حاجة هي موجودة العمالة كلها اللي موجودة دلوقتي بتقوم غرف الشركات و بتدريب كله وغرف الفنادق بتدريب العمالة الموجودة على أعلى مستوى أنا هنا بتتوجه المطارات مقابلة الزبون في المطار اه التعامل مع السائح. الوعي والسلوك الحضاري آه. مع السائحين قد إيه ممكن سلوك واحد يأذي بالظبط بيوت كتيره كمان في مصر زي ما اتعمل في شرم الشيخ دلوقتي في كل شيء والتطور والجي بي اس وكده المناطق الاثريه كلها أوه. يبقى فيها كاميرات أيوة. دي مهمه جدا عشان تراقب سلوكيات الافراد مهمه طبعا مهمه لان دي اهم حاجه بيبقى واحد قاعد شايف سلوكيات الافراد طبعا الدوله فتحت اللي هو التصوير والحاجات زي كده اه آه كان قرار مهم فعلا قرار مهم جدا وممكن في مشاكل اه ممكن يبقى في مكتب خاص بتاع الدولة خاص أمنيا أو تبر بينزل السايح بيشوف اه بيبقى في عليه كذا كذا تذاكر كذا بيبقى متوفر له العربية متوفر له كل حاجة أنا عايز أستفيد من الدقيقة الأخيرة يعني باختصار شديد سياحة اليخوت الإنفاق فيها اضعاف 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 السياحه العاديه مهم. في توجه الان لسياحه اليخود طبعا اهميتها دكتور حسام في دقيقه إيه. أهمية سياحة اليخوت دي من أهم السياحات الموجودة وإحنا عندنا مارينا كبيرة جدا وفي مليارديرات دي سياحة المليارديرات هو بيجي هو وال ال... 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 هنقول الحاشية بتاعته آه. بيجي حتى لو قضى يوم فمتوسط إنفاقه بيبقى خمس أضعاف متوسط الشخص العادي لو الشخص بيصرف 100 دولار في اليوم فده هيصرف 500 وفي توجه للاهتمام بكده وتوفير طبعا المارينا توفير الكوست او اللوجيستيك ليه تبقى بسيطه لان هو بيجي يقضي وقت هنا وممكن يسيب اليخت بتاعه هنا آه. هو والاستاف اللي شغال عليه لان في يخوت بتبقى 500 متر او كذا وفي يعني أيه. بيبقى ممكن 250 عامل هيسيبهم ويرجع يروح مشوار سفر بزنس ويرجع تاني يقضي كذا فطبعا ده مهم جدا وفي نقطه مهمه جدا عايز اقولها لابد من القضاء على السوق الموازية على الانترنت ومن عن طريق الوزارات المعنية وكذلك شرطة السياحة وشرطة مباحث الانترنت عشان نقدر ننافس في الاسعار وما بيبقاش فيه الحرق والضرائب تاخد حقها وكل حاجه لان الكيانات بتدفع ضرائبها وموظفينها و هيكون لنا لقاءات ثانيه دكتور حسام اكيد ملف السياحه مليان العديد من الزوايا والنقاط المهمه انا بشكرك جدا دكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحيه وبطلب منك تخليك معانا هنشوف هنروح دلوقتي لمدينه شرم الشيخ حضرتك قلت انها بتتزين مم. وطبعا مدينه شرم الشيخ اللي هتستقبل كمان ايام قمه المناخ كوب 27 احنا بنقول الى جنب القيمه الكبرى للقمه من الجهه البيئيه طبعا ليها قيمه كبيره جدا في الجانب السياحي زي ما كنا بنتكلم مع الدكتور حسام حسبكم مع هذا التقرير من مدينه شرم الشيخ التي تتزين وتتلألأ في اثناء استعداداتها لاستقبال كوب 27 تستعد مدينه السلام شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27 خلال ايام هذا المؤتمر الذي يمثل إلى جانب قيمته البيئية الكبرى قيمة سياحية ترويجية هامة للمدينة الجميلة طبعا لازم نستغل هذا المؤتمر العالمي الأعداد اللي ثبتت الحضور بتاعتها حاجة واربعين ألف وأنا أعتقد أن معظم الناس اللي جاية تحضر المؤتمر دي جاية معاها عائلتها لأنه قالت لك فرصة ده أنا أجي شرم الشيخ وأستمتع في دول كتير جدا هتيجي تحضر المؤتمر احنا لناش تواجد سياحي فيها تماماً فاحنا لازم نشتغل على الدول دي هيئه تنشيط السياحه لازم تعمل خطه تسويقيه عالميه محتاجين ان احنا نوسع الطاقه الاصطحابيه بتاع المطارات السيرفس بتاع المطارات وخدمه المطارات النهارده مع مؤتمر المناخ انت وجهت انظار العالم الى مدينه شرم الشيخ فدي بدايه لازم توصل للناس ان اولا ان المنطقه منطقه امان اتنين ان السعر منطقي ثلاثة ان مقاومات السياحه كلها موجوده وايضا اكلم الجهات المسؤولة وزارات السياحة وزارات الخارجية برة كتعاون سياسي يؤدي إلى دخل قومي لمصر في إطار استعدادها للمؤتمر شهدت شرم الشيخ تطورات كبرى في البنية التحتية وفي مجال التحول إلى الأخضر ما أصبح يشكل قاعدة هامة لترويج سياحي مضاف مؤتمر المناخ ادى قبله الحياه لشرم الشيخ من بنية تحتية من شوارع من لاندسكيب من بس الروح المعنوية المرتفعة لكل العاملين في شرم بالإضافة إلى أن احنا النهاردة كمان دشنا المدينة الخضراء ده أول الحجر في الأساس في أن احنا نوصل لثلاثين مليون سايح إن شاء الله مؤتمر المناخ كوب 27 يعقد على أرض شرم الشيخ من السادس إلى الثامن عشر من نوفمبر بحضور وفود رسمية ودبلوماسية من معظم دول العالم ما يمثل نواة جديدة وهامة لنهضة سياحية تستحقها شرم الشيخ ومصر